صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم بالتأكيد ستكون مخصصة للحديث عن مباراة الكويت والقادسية في انطلاقة جولة جديدة من دورينا. راح نناقش هذه المباراة تنظيميا، تحكيميا، فنيا، من خلال أيضا ضيوفنا ومحللينا. نرحب فيهم ونمسي نصبح عليهم بالخير. على اليمين المدرب الوطني الكابتن أحمد خلف، أكثر السعيدين بنتيجة هذا اليوم أكيد كعرباوي كان يبي التعادل ما في شك، مع أنه يمكن ميوله كانت يتمنى خسارة الكويت، لكن التعادل يعني هم زين، يعني أفضل من فوز القادسية. داش بالنيات أنت عرباوي تبي بعد يفوز؟ والله اليوم كان ودينا القادسية يفوز. شفت بس مو بالنية. نرحب أيضا بمدربنا الوطني الكابتن العزيز ماهر الشمري. على اليسار اليوم الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي، نعتز أيضا بوجوده معنا اليوم الكابتن حميد أحمد، وبجانبه اللاعب السابق ومدير فريق القادسية أيضا سابقا كابتن ناصر بنيان. حياكم الله يا أخوان، صبحكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم. اللي حاب يشاركنا أرقام هواتفنا موجودة على الشاشة. نشكر كل من يتواصل معنا ويثري البرنامج بمداخلات. الشكر لرعاتنا وداعمينا واي برفيومز مشكورين، وإن شاء الله عندنا جائزة أيضا سنعلن عنها لمن توقع نتيجة مباراة صح. نشكر أيضا نظارات كيفان، بن العميد، ديرندير، معرض بريمير سبورت، وكلاجي فوفوزيس في الكويت، معرض أسد الملابس الرياضية، ومتادور ديزاين. قبل أبدأ بالتأكيد باسم كل العاملين في قناة الاي تي في وعلى رأسهم أخوي أحمد الفضلي المدير التنفيذي والعاملين في برنامج الديربي أيضا بشكل خاص، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وأيضا رئيس مجلس الأمة العم أحمد السعدون، وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين. نهنيهم بالتأكيد بالعيد الوطني وعيد التحرير. نسأل الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلدنا، وبالتأكيد في هذه الأيام الجميلة نستذكر شهدائنا الأبرار اللي ضحوا بأنفسهم من أجل تحرير بلدنا ومن أجل بقاء الكويت. فسيبقون هؤلاء الشهداء نبراس بالتأكيد، وإحنا ما في شك نستذكر شهدائنا الرياضيين بالتحديد، وعلى رأسهم الشهيد فهد الأحمد طيب الله ثراه، وبقية الشهداء من المجال الرياضي وفي المجال الرياضي، وهم كثر ضحوا بأرواحهم، ونفتخر فيهم بالتأكيد. احنا نفتخر فيهم كرياضيين، نفتخر بشهداء الكويت، وأيضا الشهداء اللي مو كويتيين ما في شك. أيضا لا ننسى أيضا الدول اللي ساهمت في تحرير بلدنا، خاصة دول الخليج، مواقفها ستبقى عالقة في أذهاننا، وستكون بالتأكيد جميل في رقبتنا إلى يوم الدين. فكل الشكر لهم جميعا، ومرة أخرى نقول حق الكويت وأهلها كل عام والكويت بخير وأهلها بخير. نبدأ حلقتنا بالتأكيد بردود الفعل بعد نهاية مباراة الكويت والقادسية مع تقرير زميلنا أحمد العنسي. طبعا احنا نتمنى ان الفوز يتحقق، لكن اعتقد الهدف الثاني كان مشكوك فيه، المفروض الحكم يشوف الفار، وان شاء الله اللاعبين فيهم البركه اللعبات الجايه ندخل مع الفرق السته ونحقق البطوله. وفهد، طموح القادسيه وجمهوره تحقيق لقب الدوري، مو راضين عن النتائج الحاليه؟ اكيد بداية الدوري كان الفريق للتعديل، ولكن الآن استقر الفريق وقام يحقق نتائج أفضل. I think we play good, we play well, but I think we deserve more. أعتقد بأننا لعبنا جيدا، وأعتقد بأننا كنا نستحق أكثر من نقطة، لكن هذه كرة القدم. بالنسبة للهدف الثاني لا أعلم إن كان تسلل أو لا، علي أن أشاهدها، لكن محمود مرضي أخبرني بأنه ليس متسللا.
عيسى. ارحب تاتا تاشو خوي تا. I for me I don't know. The hand maybe the hand I don't know. For me no offside but this is football and the VAR. I don't know I don't know. I have till now. بالنسبة لعقدي مع القادسية علي أن أجلس مع الإدارة، لكن حتى الآن لا شيء من جديد. ليش جاي معانا؟ تكفى عيد عيد تكفى عيد رغم التعادل أول شيء عيد وقع عيد تكفى عيد 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 شوي شوي عيد صايم خالد عندهم ملعب يجي يخش الجار عيد نقول لكم هارد لك ولا مبروك على هذا التعادل؟ هارد لك هارد لك اكيد قدمنا مباراه كبيره لكن ما حالفنا الحظ وماشيين بتقدم من جوله لعبه النصر يعني ماشيين تقدم يعني بالمستوى وتطور من المستوى ان شاء الله القادم افضل تو الناس في فارق نقاط في فارق نقاط اكيد لكن ان شاء الله بعد البقاء من السته راح نتواجه اكثر من لعبه يعني كل فرقه راح تكون يعني راح تتضارب على قولتهم وهنا عاد يبين إن شاء الله فريق البطل بإذن الله. شكرا أخوي خلف وبالتأكيد نقول قد لك الفريقين على النقطة نقول أيضا للشيخ خالد الفهد الحمد لله على السلامة أيضا وسلامة الأسفار وأيضا قرت عين بالتأكيد سرتك الكريمة وبانتظار ايضا تقر عيننا كلنا بعوده ان شاء الله الشيخ عذبي ووصول الكويت قريب ان شاء الله. ابو احمد يعني ابو خالد يعني يتكلم فنيا عن المباراه هل ارتقت الى المستوى الفني اللي انتم تنظروا له كمدربين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احنا اليوم كنا نتوقع مباراه يعني افضل مما شفناها ولكن انت عارف يعني مستوى القادسيه المتذبذب في بدايه الموسم وايضا يمكن في بداية القسم الثاني أيضا لم يكن هناك أي تعديلات أو أي قرارات من مجلس إدارة لجلب لاعبين ولكن حاول القادسية بقدر المستطاع أنه يجاري فريق الكويت اللي أكثر تنظيما وأكثر انتشارا من خلال الشوط الأول كان الكويت هو الأفضل استحواذا على الكرة ولكن من خلال الفرص اللي أتيحت للفريقين أنا أشوف فريق القادسية هو كانت له الأفضلية في المباراة ككل أنه الفرص اللي أتيحت له كان بإمكانه أنه ينهي المباراة لصالحه خصوصا في الشوط الثاني يعني بعد الهدف الأول اللي سجله القادسية حسيت أن الفريق اطمأن للنتيجة وحاول أنه يحافظ على هذا الهدف ولكن الكويت رجع للمباراة وسجل هدف صراحة يتحملونه الدفاعات اللاعب بروحه ما حد مشاركة ولكن هذه كرة القدم اللي إذا ما تقول أنت من خلال الفرص اللي تيك فأكيد راح تأخذ نتيجة غير متوقعة منك يعني. نعم وحمد يعني البعض يمكن حتى هذه اللحظة وحتى المباراة أنا ما أدري شنو رأيك في هذه المباراة عنده ملاحظات على الكابتن علي عاشور مدرب الكويت إنه حتى الآن ما ظهر بالصورة الفريق ما ظهر بالصورة المطلوبة مع الكابتن علي عاشور هل فعلا اليوم شفت أيضا لا يزال نادي الكويت فنيا يعني ما شفنا بصمة لكابتن علي عاشور حتى في مباراة اليوم لا بالنسبة لمباراة اليوم بس أنا بتحب السلامة حق خالد إبراهيم لأن نعم. دريت أنه حط إلى سبق غرز ما شوف شهر إن شاء الله وكل أخواننا اللاعبين لا بالنسبة لمباراة اليوم الكويت كان زين صراحة عجبني الشوط الأول مع أنه تأخر بهدف ولكن كان هو الطرف الأفضل في المباراة وكان شكل الفريق أنه راح يسجل يعني بين يعني لأن خلنا بس أكمل على الكويت الشوط الثاني أنا في شغلة بس ما عجبتني التغييرات اللي أجراها المدرب كابتن علي ولا الفريق شكله منظم الكويت في العشرين دقيقة الأخيرة اللي شاف المباراة عدل ما كان له خطورة يمكن له تسديدة واحدة فالكويت أعتقد أنا لو طلال فاضل طبعا من اللاعبين الممتازين ما في شك يعني وإضافة حق النادي والفريق بس أعتقد في الوقت مثل هذا كان الكويت يحتاج كميل ينزل بدري شوية أو فيصل زايد عشان يعطي أكثر حق الهجوم نعم فهذه الملاحظة أنا بالنسبة حق ولكن بشكل عام علي عاشور اليوم يعني أنا والله لأنك كنت مسافر في مباراة نعم وايد نعم ما شفتها وهذا يمكن ثاني مباراة أشوفها حق الكويت أو ثالث مباراة ولكن دائما أنت تشوف ضد القادسية ضد الأندية المنافسة نعم هذه أنت تبين شكل فريق أكثر
اليوم لا شك الفريق كان راح يسجل مبين يعني الغاتسية إذا تسمح لي أتكلم عن الغاتسية شوي اليوم بعد الهدف ما حبيت الأسلوب اللي لعب فيه الغاتسية تراجع بشكل كبير يعني الغاتسية نادي كبير مو متعود يتراجع لثلث الدفاع كذي ولكن وجهة نظر المدرب أنا أعتقد الغاتسية والأندية الكبيرة محتاجين التنويع في الدفاع تلعب مرات دفاع متقدم تضغط فوق تلعب تضغط في نص الملعب أو قدام النص شوي تلعب مرات متكتل الغاتسية بعد الهدف تصور لدقيقة 46 التسديدة اللي الحين بتحطونها بعد شوي اللي سددها عيد وكانت ضعيفة يعني ولكن أنا أعذر الغاتسية الحين لأن الغاتسية مو فريق واقف على حيله لحد الحين أعتقد الغاتسية الحين آخر مباراتين ثلاثة الأمور بدأت تمشي أفضل لأن المحترفين تغيروا وهذه من المباريات القليلة للغاتسية اللي أنا شفت يلعبون من بداية المباراة تقريباً لأواخر الشوط الثاني بخمس محترفين وهذا يعني ما تعودنا إحنا من الغاتسية من زمان ولكن الفريق قاعد يمشي بشكل صحيح حتى يعني أكثر من واحد يسألون من الأخوان يقول الغاتسية خلال أسبوعين ثلاثة راح يكون أفضل وفعلاً الحين الغاتسية اليوم شكله زين الفريق ولكن التراجع اللي حصل بعد الشوط بعد الهدف ما حبيته لأن الغاتسية نادي كبير يعني بعدين لما تراجع أنت في منطقة مثل هذه لازم نقاط فنية تكون واضحة للاعبين واحدة من أهم النقاط رميات التماس والكرات الثابتة اللي عليك شلون تدافع فيها لأن أنت راح تراجع أكيد راح يكون في كرات ثابتة شيء ثاني اللعب بين الخطوط شيء ثالث الكرات العرضية فأعتقد الغاتسية راح يتطور أكثر الفترة اللي جاية لأن محترفين ما أقول سوبر ولكن أفضل في مراحل كبيرة وأفضل في الأسماء الموجودة وعطاهم للفريق من سنوات كثيرة كانت الفترة الماضية ولكن أعتقد الغاتسية محتاج الحين أنه ينوع في الضغط لأن بعد هدف اللي سجلوه تراجع بشكل جدا كبير وما يليق في الغاتسية أنه يدافع يعني ما ترى هدف الكويت في دقيقة 6 أو 7 لدقيقة 46 تصور الحين بيحطون هدف تسديدة عيد هي التسديدة الوحيدة على المرمى فأنت مو قادر تنظم هجمة مرتدة يعني ولكن تنظيميا الغاتسية الحين اليوم أفضل أعتقد الفريق قاعد يمشي بشكل معقول ما يندرى في الدور الثاني أو الأدوار الثانية القادمة شون راح يصير شكل الفريق بس أفضل من بداية الموسم ما في شك مثل كلام الشيخ أنا أيد كلامه وبالنسبة لنادي الكويت لا عنده لاعبين ممكن يسجلون في أي وقت بس الملاحظة ردا على سؤالك مرة ثانية ما حبيت التغيير اللي صار يعني كان بودي أن ينزل كميل قبل وينزل فيصل زايد لأن الكويت ما صار في خطورة شوف هالدقيقة 71 الحين شوي يمكن الكويت فيه تسديدة هذه الدقيقة 71 نعم طيب بو مرزوق يعني ما أدري أنت كغتساوي هل فعلا يعني مثل ما قال الشيخ خالد فهد مثل ما قال أيضا كابتن أبو حمد يعني بدأ القادسية يتعدل شوية مع الانتقالات الشتوية مع السيد بونياك ولا لا يزال الفريق مراضين عنه أنت كغتساوي شوف شيء طبيعي الجمهور الغتساوي ما يكون راضي على مستوى الفريق ولا الأداء ولا الموقع اللي هو فيه يعني أنت اليوم تتكلم النقاط اللي اللعبة 48 نقطة القادسية محوش 23 وفاقد 25 نقطة فهذه كبيرة بحق نادي القادسية أن أنا أفقد 25 لكن مو عيب أنك تفقد بس العيب أنك تستمر في الفقدان خلينا نقول إدارة اشتغلت ولاعبين اشتغلوا مدرب اشتغل في دروب في بداية الدوري يعني أنت تتكلم خلينا نقول 13 لعبة كان تقريبا أربع مباريات فوز وأربعة تعادل وخمسة خسارة في أول 13 مباراة آخر ثلاث مباريات يعني نقول حوشنا سبع نقاط من تسعة في معدل ارتفاع في الأداء الكل يتكلم على المحترفين أن اللي كانوا موجودين يعني قد يكون مستواهم نازل كان في نقد كبير عليهم بس أنت يوم جبتهم في البداية كان لهم مكانتهم صراحة يعني إن كان كراتشي إن كان مامادو يعني في لاعبين لعبوا في أماكن كبيرة ومنتخبات كبيرة وأندية كبيرة لكن ما توفقوا مع نادي القادسية الإيجابية أن تم استبدالهم وأيضا في استدعاء محترفين جدد يعني ما أقول أنا سوبر لكن ساعدوا في ثبات المستوى في تطوير اللعبة شوي حق القادسية آخر ثلاث مباريات يعني المدافع
ياسر وايضا محمود يعني وايضا ابراهيم رقم 10 ابراهيم يعني اشوف عندهم مستوى يحتاجون وقت على ما يتأقلمون مع الفريق لكن ان شاء الله كان يوم ممتاز لسيد فاقول خلال العشر ال 12 مباراه اللي باقيه اتوقع ان القادسيه راح يصعد اكثر واكثر صح في فرق نقاط كبير لكن اذا اجتهد القادسيه اكثر انا اتوقع ان فرق النقاط هذا راح يتخلص نعم. احنا راح نشوف الحالات التحكيميه ابو بدر تفضل تسمح لي بس نقطه فنيه قبل ما يسترسل الكابتن عشان ناخذ راحته في النقاط التحكيميه على فكره الشوط الاول كان حق الكويت 6 أو 7 كرات كورنر معي هذا يدل ان القادسيه تراجع بشكل كبير الشيء الثاني المهم عشان بس اكد كلامي يمكن المره الوحيده اللي ضغط فيها القادسيه في ثلث في الدفاع على مدافعين الكويت اللي سجل فيها الهدف لو تلاحظ الهدف الحين لا راح اكمل راح اكمل يمكن 5 لاعبين أو 6 قريب عنده 18 حق الكويت ما خلوهم يبنون هجمه وبالنسبه للاعب شو اسمه تانديا ابراهيم اي هذا على فكره الموسم الماضي كان في نادي العداله اللي تاهل الدوري الممتاز وانا بالامانه يعني لاعب زين واقولها الحين بصراحه يعني اتصال من احد الاخوان في نادي القادسيه ومدحت لهم اللاعب والحمد لله كان يعني الاختيار في مكانه يعني الحمد لله وجدد اعتقد قاعد مقعدين اسوي نص كنا سمعت والله يقول لا يقول 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 لحين بقعد مع الاداره حسب كلامه توه ما ادري انا بس الحمد لله انه يعني ما وهقت القادسيه زين يعني على النقطه اللي قالها ماهر ان الضغط ما ضغط الكويت كان مستحوذ والقادسيه اقل استحواذ خلينا نتكلم في الناحيه الدفاعيه كان دائما الكويت تبتدي الكره عنده من الدفاع صحيح عكس كان دفاعنا اما قطع كره فاول او تشتيت كره لكن الفريق لازم يعمل كفريق كامل اول 11 دقيقه ترى القادسية 3 كرات خطرة على نادي الكويت لأن المهاجمين ضغطوا وقطعوا الكرات من نادي الكويت هذا اللي قاعد أقول تنويع شوف دقيقة شوف 5 شوف الجول بو مرزوق دقيقة 5 كان في ضغط نعم دقيقة 6 كان في ضغط وجاية من الهدف دقيقة 11 كان في ضغط أيضا وكانت كرة خطرة القادسية لو إنه قاعد يضغط راح يحوش فرص أكثر الثلاث مرات اللي ضغط فيهم كان ثلاثتهم خطرين نعم. يعني أنا أتوقع أن المدرب يكون يعني شايف هذه النقطة الكويت المباراة اليوم 90 دقيقة كلها جهة اليمين خطورتهم وهجماتهم كلها جهة اليمين نعم. وحتى الجول اللي دش والكرات اللي خطرة كلها كانت من جهة اليمين فأتمنى يعني في المرات الجاية يعني أنه يكون على الأقل نشوف وين مكامن القوة صحيح. ونسكر يعني كانت القوة الكويت على اليمين وايضا في بعض اللاعبين اللي عندهم نظره من لاعبين نادي القادسيه فكانت تتحول من الجهه اللي فيها خلينا نقول تجمع اللاعبين الجهه اليمين اللي هو مهاجمين الكويت ومدافعي القادسيه فكانت تتحول الجهه الثانيه اللي هي عند عيد الرشيدي ولو تلاحظ اغلى بالكرات الخطره كانت عن طريق عيد الرشيدي الشوط الاول نعم. ليش انه يصير في تغيير في الاماكن الفاضيه نعم. فالقادسيه نقول انه لعب على امكانياته على ممكن رؤية ممكن يبي يسحب فريق مو قصد إنه والله يعني نقول ما عنده الإمكانية أو شيء بس قد تكون له رؤية إن أنا أطلع الفريق الخصم من المكان تبقى هذه يعني طيب. على فكرة الهدف القادسية ناس وايد قاعد يطالعون اللاعب المحترف اللي عرضها ولا يطالعون رياحي أنا أقول البداية من خالد رشيد شلون لعبها بشكل دقيق جدا أي قول هدف اللي ضاعت الفرصه اللي ضاعت هذا اللي بقوله الفرصه اللي ضاعت من ضمن النقاط اللي بقولها لا لان في ناس يطالعون بس اللاعب ضيعها ولا لا ما تبغى خسر حارس المرمى شوف من ضمن النقاط من ضمن النقاط تحرك الرياحي كان ممتاز نعم. ورا الظهير لا حلو يحط الهدف من اول الفرصه من اول نعم. يعني كان صراحه عشان خالد يعني حرام من ضمن النقاط اللي بنتكلم فيها ان الفريق لازم اللاعب يكون له دور اكثر من دور اللي هو يلعب فيه أنا قلت يعني كمدافع لازم تكون مدافع مهاجم خالد الرشيدي قبل شوي خالد الرشيدي الكره اللي لغف منها الهدف ترى بدايتها من خالد الرشيدي مو لغف هدف فرصه ضايعه غزه مالت بدر هذه الفرصه مالت بدر اي اللي شبه هدف ايضا وايضا ترى وهذه الفرصه هذه الثانيه اللي طلعها وايضا ترى خالد الرشيدي لعب نفس الكره ايوه ايضا كره طويله هذه الفرصه ايضا كانت خطره هذه من احلى فرص المباراه اللي اقول لك القادسيه مو معقوله يعني تقريبا 35 دقيقة ما ينظم هجمة مرتدة هذا اللي اقصده اشوفها نعم هذا بدأ من خالد حرام خالد طيب. بدأ بهجمتين ايوه
نعم خالد ابو بدر ده. احنا راح نتكلم عن حالات تحكيميه كل واحده بروح، لكن ابي بس دقيقه بس. تفضل. اول شيء ابارك حق حكمنا الواعد محمد العطار، استاذ اليوم اختبارات الاتحاد الماليزي. نعم. وهذه دورة تقام كل سنة مدة 4 أيام، اليوم رابع سنة له، اسمها أكاديمية حكام المستقبل. ما شاء الله. أحب أبارك لهم وأتمنى التوفيق. وإحنا نبارك لهم. نتكلم عن أداء الحكام بشكل عام. الكل قاعد يشيد بالحكم صراحة. السنغالي. ويقولون من أفضل الحكام الأجانب اللي تم الاستعانة فيهم في مباريات دورين. هل فعلا تؤيد هالكلام؟ نعم، يمكن الكل يتفق معي أن اليوم الحكم إذا أعتقد إدارة جيدة من جميع نواحي، سواء اللياقة البدنية أو أمور التحكيمية. إحنا اليوم لما نستعين بحكم أجنبي نتمنى نشوف مثل الحكام هذه، حتى إحنا من المستفيد. نعم. اليوم الحكم أعطانا درس في مجال التحكيم أو الأمور التحكيم. نعم. كان حكم مميز، مو لأن فريقين ساعده، هو كان مميز الحكم. نعم. هو من هو من خلى المباراة تطلع بهذه الصورة. نعم. وطبعا نتمنى ان مرة ثانية او يعني اذا اتحاد الكويتي او الحكام تبي تستعين حكام يكون نفس المستوى. طيب ابو خالد، الحارسين يتحملون الهدفين؟ والله شوف، يعني الهدف الاول اللي حق القادسية صراحة مثل ما قال اخوي ماهر، الضغط العالي اللي حصل في اول 7 دقائق 8 دقائق هو عطى فرصة أن اللاعبين الكويت طبعاً هم بيبنون هجمة، ولكن الباص غلط من الظهير الأيسر علي حسين. يعني أنا متعجب من علي حسين صراحة، أنت لعبت باص غلط والكرة راحت حق مهاجم القادسية واستلم اللاعب القادسية وأخذ خطوة وبعدين فكر أنه يروح يسكر على اللاعب. لو راكض ممكن، يعني لو لعب الباص غلط لو ركض بس خطوتين هذا اللاعب ما كان يقدر يشوت. فمرات الفرصة تيك يعني، واللاعب صراحة بسرعة تصرف فيها، ولا لا ما يتحمل الهدف الأول. لا ما يتحمل خالد رشيدي، ما يتحمل هدف خالد. يعني هي 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 بالإمكان إنه يطلع، ولكن في زحمة من اللاعبين ويتحملونها لاعبين الاستوبرية المرات القادسية. لو ناصر بنيان كان موجود هناك ممكن إنه يطلعها براسه. يعني الكروس كان صعب. إيه الكروس كان صعب، يعني وايد صعب إنه يطلع، يعني لأن في زحمة لاعبين. لو ناصر بنيان بنالتي لا يطلعها ناصر، يطق ويشيل الكره. ابو محمد، انت تأيد كلام ابو خالد ان الحارسين ما يتحملون الهدفين؟ لا لا، لان انا ليش اقول الحارسين؟ لان في عتب من القدساوية على خالد الرشيدي ان المفروض منطقه السته هذه. لا بس انا اقول لك، هو كان واقف بالجول. ما ادري، انا ما سمعت ان احد، بس انا اقول لك شيء. شوف، الكره ملعوبه من الخارج للداخل، يعني شو اقولها، برجل الرجل اليسار تصير صعبه شوي يطلع. بعدين الكره كانت نازله والكره سنتر كانت برا خط السته، ممكن كان خالد يكون برا شوي عادي، ما بس ان الكروس كان صعب وفي لاعبين تكتل كبير، الكره لعبت ما بين لاعبين. نعم. لا يعني وخالد لازم يوقف في منطقه المرمى، يعني على خط المرمى، لان الكره على 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 خط السته. لا يعني صعب انه يطلع. ما اعتقد، ما انا مدرب حراس بس ما اعتقد ان الحراس له ذنب. طيب احنا ان شاء الله بناخذ راي الجمهور، وبعدها ان شاء الله بنروح فاصل، وبعدها راح ناخذ راي. بس بعد شوي اذا قدرنا اقول كلمه حق اللاعب القادسيه. لاعب القادسيه الظهير شمال صراحه خامه طيبه. عزيز نصاري قصدك؟ اي نعم. وحتى علي لاعب الظهير شمال حق الكويت، حسيت اليوم حالتهم البدنيه الشوط الثاني ما هي بالمستوى المطلوب. علي لعب مباريات سابقه، ولكن لاعب القادسيه اللي كان بتضامن الفتره اللي طافت بصراحه عجبني، انا شفت مباراتين ثلاثه. لاعب جيد، ما هو بدنيا مو زين، يمكن في ناس اللي يقول لياقته مو قادر. لا، اللاعب يمكن اول مره يلعب ضد الكويت، الحاله الذهنيه والنفسيه في امور مثل هذه تاثر عليك بدنيا، ولكن اعتقد انه ان شاء الله راح يكون ظهير مستقبل. هو مواليد الكويت، هو كان لاعب صالات، عندي خبر. ولكن لا، في ناس اليوم قالوا انه يعني شباب كلموني، واحد ارسل لي غتساوية تدري تابعون وايد كل شيء ما شاء الله. نعم. امور تفاصيل بعد. لا هو اثر عليه بدنيا، يمكن الحاله الذهنيه مرات تاثر، يمكن الاخوان اكيد يعرفون. لا اذا لاعب صغير بالسن وتلعب اول مره مباراه مهمه مثل هذه، ما عندك يعني بدنيا تقل، مو لان انت لياقتك مو زينه، الحاله البدنيه الذهنيه والنفسيه تاثر عليك. هنا يعني اللاعب لاعب صالات ترى سابق، يعني ايضا ملعب الصالات يختلف، لكن الولد يمتلك المهاره اللي اهله انه يلعب، لكن مع الوقت مع كثر المباريات الولد راح يتغير مستواه، راح يتطور اكثر. نعم. زين، ايش رايك بحكام المساعدين ابو بدر؟
زينين كانوا؟ يعني اليوم اعتقد يمكن كان هم عامل مساعد لحكم المباراة، يعني ثلاثة طاقم اليوم هم كانوا جون المباراة. نعم. يعني ثلاثتهم اعتقد يعني كان تيم فريق واحد، لكن هناك كانت في بعض الاخطاء الغير غير مؤثرة غير موفق لا لا كان مؤثرة في مؤثر في خطأ مؤثر كان بعد شو نتكلم يعني نعم. فيه وخطأ يعني كان قرار غير موفق. طيب نعم. خلينا نروح حق الجمهور نشوف شنو قالوا الجماهير بعد نهاية المباراة، وبعدها ان شاء الله راح ناخذ الحالات التحكيمية. خلينا نشوف الجمهور شنو قالوا بعد نهاية مباراة الكويت والقادسية. صراحة مو راضين، غطية نادي صغير وما نظف تعادل معاه. والله على هالمستوى هذا حجم، ما عندهم أكثر من كذي. والله احنا ودنا يعني الأفضل، ولكن هذا على قولتهم الموجود. وايد ضيعوا، يعني كانوا يقدرون يقولون أكثر من كذي. يعني حرام الغطية، مفروض أكثر كذي. تعادل غير مرضي، يعني كان بالإمكان أفضل ما كان. أنت مثل ما أنت شفت احنا ضيعنا جول. يعني في جول ألغوه بسبب تسلم. تأخر بالتبديلات مستر بونياك، كان بالإمكان أفضل ما كان. أنت بديت صح، كنت متقدم على نادي الكويت، ليش ترجع؟ ليش تحافظ؟ ليش لازم أنت يا بونياك تلعب كرة طويلة؟ والله مو راضين هالتعادل، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. شباب أدوا، النهاية توفيق من عند رب العالمين. المدرب صراحة لا تعليق، بدر مطوع آخر خمس دقائق دخله، ما يصير شو الكلام هذا؟ لا ولا راضي صفحة على الفريق. انت شفت لعب اليوم اللي شفته مهزله اول دقائق بس يا جماعه. رب ماكو منزل لي بدر على اخر اربع دقائق، شو يسوي؟ ولك ليش يدخل بدر هو شايل الفريق كله، ليش يدخله باخر خمس دقائق؟ يعني انا بفهم مو جاهز بدر. اوكي حتى جاهز نص بدر، بدر لو يدخل مو باخر دقيقه ولا خمس دقائق. اسمع، كان شال الفريق كله. التعادل كان بالنسبه له خساره. وبعدين منو الخلل؟ قد لك نادي القادسيه، هم اللي ادوا اكثر اداء. الكويت بس بهجمه واحده على طول سجلوا جول، القادسيه ضاغط 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 ما سجل الا جول واحد. شيء طبيعي. الحين يقولون بعد هذا دافعين حق السنغالي، جبنا محلي مشكله، جبنا اجنبي مشكله. فلت اليوم أهمي، خلني أفلك، أنا متصدر ولا لا؟ الفرق ثلاث نقاط، القادسية الله يرحم أمه ثمانية، الله يرحم أم القادسية. لا يناقشوني أنا، الحرب إصابات رهني، يكلموا مجلس إدارتهم. لا والله مو راضين، بس على المستوى يعني على ظروف المباراة نقطة الفريقين زينة يعني. أنا كنت ساوي الكرة دي أوف سايد، يعني عملوها بالسنتي وطلعت أوف سايد. الكرة جون 100%. الفار يقول أفسايد. أقسم بالله عدناها 100 مرة، الكرة ما فيهاش أي حاجة، سابق بكتفه في الدوري الإنجليزي دي جون. لا والله مو راضي. شو راضي؟ هذا والله ما أشوفهم اليوم. قداوي قداوي. والله ما أشوفهم. ملعب وتو مدرح. اليوم قاعد خليه يقبلون ملعب وتو مدرح. خليه يقبلون ملعب وتو مدرح يلا. الحمد لله، أكيد ودنا كان نفوز، بس الحمد لله قدمنا مستوى زين. وبعد ضيعنا كم كرة المفروض القادسية ضيعها. بعد القادسية ضيع صح، القادسية لعب تقدر تقول نص ساعة الأولى بالجيم الأول، الشوط الأول. أنت متصدر لا فايز عليك القسم الأول ولا الثاني، شو الفايدة؟ صدارتك ما لها داعي، تقدر على العربي على كياض مع التضامن، بس ما تقدر على القادسية، سوي اللي بتسوي، الوعد كأس الأمير. والله ودعمي مفروض الفوز اليوم، بس شايف الجول الثاني ما فيها تسلل، ما فيها تسلل. ليش قلت لك النقطة؟ احنا الأفضل، الشوط الثاني أفضل، ضيعنا فرص، لنا هدف صحيح، وهذا ما حذرنا منه، أن إذا تبي تأتي بحكام عليهم على مستوى، مو حكام عليهم شبهات. لا مو قلت لك، حرام. انظلمنا بجول، هدف صحيح، ومدربنا جبان، لما هاجمنا ضيعنا لهني، والكويت قاعد يدافع. ماك لا مو قلت لك، يطلع الحين بونياك يقول لي شنو مشكلته مع البوس؟ شنو المشكله مع البوس؟ اكو مشكله؟ بحط بذمتي ان الهدف صحيح 100%، انا فهم كره وعارف هالشيء وعارف ان الهدف صحيح 100%، بس اللغة بس اقول حسبي الله ونعم الوكيل على واحد، المدرب التافه اللي لا يفقه شيء في عالم كره القدم. بونياك، you need to listen to that to everybody.
why did you let Badr come on the last 10 minutes? سلام عليك ليزي. عفو عليك لعبت. شكرا طبعا الجمهور، شكرا لاخوي خلف او اخوي احمد. انا بتطرق لنقطه اخيره، موضوع البوس، واخذ راي الاخوان. ابو خالد، يعني البوس معقوله مقتنع فيه سيد بنياك مثلا، ولا ما له مكان بالفريق؟ والله شوف، انا شفت اللاعب يعني لاعب جيد، لاعب يطلع منه في المستقبل. يعني احنا ما نبي نقصي على بنياك ولا نقصي على اللاعب، يمكن طبعا المدرب هو يعني انت شنو انت شنو رايك؟ هو لاعب جيد امانه، يعني لاعب جيد مكان بالغادسي حاليا. صعب احمد، صعب والله. انا شفت اللاعب صراحه، لاعب زين، ولكن ما اعرف شنو ظروف التمرين. شفت اخر مباراه لعب الشوط الثاني، كان اداؤه ما هو بالمستوى اللي كان فيه الفتره الماضيه. بس انا المشكله احنا جمهور نشوف المباريات، ما نشوف التمرين، ما نشوف كذا. ولكن الخامه لاعب زين صراحه، لاعب مهاري، عنده تمرير ممتاز، عنده رؤية داخل الملعب إذا هذا، وفي مباريات لعبها زين مع الغاتسية. ولكن ما أعرف أنا شنو ظروف التمرين، ما أقدر أحكم يعني. نعم، محتاج أنت واحد يكون قريب من الفريق عشان يقدر يحكم أو يرد على تساؤلات الأخوان المتابعين. ولكن أنا قلت لك قبل شوي ورد أقول لك إياها مرة ثانية، هذه ثالث لعبة أنا شفت الغاتسية قاعد تطور الفريق بغض النظر عن من يلعب من ما يلعب. نعم، ولكن بالنسبة تحديدا اللاعب، لاعب زين أنا شفته بصراحة. وأتوقع الغاتسية اليوم ولا تقليل من الغاتسية، نعم، نقطة من فريق الكويت في ظروف هذه، إن لحد الحين الفريق موقف لحاله، معقولة أنا أقولها يعني وجهة نظري. الغاتسية الحين مو محتاج يخسر، لأن لو خسر الأمور راح تصير خلاص صعبة جدا. صحيح. ما أقلل من الغاتسية عشان ما ينفهم كلامي غلط. الوضع الحين إن أنت ما تقدر تخسر من الكويت، إذا ما فزت ما تخسر، ما عندك، نعم، مشكلة. بو مرزوق، يقال بأن إبراهيمة هو مكان البوس، يعني إذا بيلعب البوس لازم إبراهيمة ما يلعب. لا شوف، مو شرط، تبقى هذه نظرة مدرب. وأيضا أنت تلعب لاعبينك مو بس شنو أنت تشوف، أنت لازم تشوف الخصم مالك شنو علشان ألعبه. أنا أقول لك البوس لاعب ممتاز، وقبل شوي قلت لك أن اللاعب في الفريق لا يلعب فقط في مكانه الوحيد، وقلت لك الرشيدي حارس مرمى لكن صنع كرتين خطرين. البوس صح لاعب زين قدام، لكن في الناحية الدفاعية لا، يحتاج الكثير. يعني مو المدافع الشرس، مو المدافع القوي، ولعبة نفس هذه أحتاج أنا يعني لاعبين يكونون يعني فيهم شراسة وفيهم قوة. ليش اليوم الكويت كله مستحوذ على الكرة؟ القادسية ما كان مستحوذ الكرة، كنا نستخلصها، أغلب الكرات نستخلصها من الكويت كانت فاول. لكن لو في لاعب عنده الغراء الصح، القوة، تمكن، ممكن ناخذ الكرات بدون فاول. نعم، فأنا وجهة نظر البوس لاعب زين، لكن ممكن في المباراة هذه رأي مدرب. طيب، قد يركز أبرز اللاعبين. إيه، قد يركز يعني ممكن مدربنا بونياك ممكن رأيه إن الكويت يسيطر على النص، فيبي يسكر النص، فإذا أنا بسكر لازم أسكر في لاعبين إما قوة إما سرعة. طيب، أبرز لاعبين، بس أكمل على كلام المرزوق، اليوم قادسية غلبين الدفاع، وكان عبد الله الشمالي أداء دور جدا كبير في المباراة التكتيكي. نعم، فلا أنا على سؤالك بالنسبة لإبراهيم، لا يلعب جناح أصلا في العدالة. أنا الموسم الماضي كان يلعب جناح، ما يلعب صانع لعب. نعم، مو صحيح. طيب، فعشان لأن اللاعب البعض يقول يعني كذي، أنا قاعد أقول لا لا، هو لاعب جناح يعني أراء، أنا لا، ممكن مدرب لعبه في المركز هذا، بس لا هو يلعب في طرف القادسية، يمكن هو حاطه. ايه، ممكن. اي ممكن. لا بس يعني الان في القادسية الأجنحة برضو. لا، ايه، لا هو في القادسية في الدوري السعودي كان الموسم الماضي. لا، نتكلم في القادسية. اي الحين المدرب موظف، عشان كذي هو ما يبي يلعب، بس هو يقدر يلعب في الطرف، يعني ما عنده مشكلة. اقوى منه صراحة، من إبراهيم أفضل من بهالمكان. إيه، لاعب مميز، لاعب سريع، لاعب هداف، يعني أغلب الأهداف هو اللي قاعد يحطها. بعدين اللاعب وسعود الآن خلاص لازم يلعب أكثر، لازم عندك مرونة تكتيكية خلاص. المكان يلعب شرط. هذا نقيس على الحكام بعد أبو بدر، يعني اليوم إذا كل مباراة كبيرة يبنى حكم أجنبي. أنا مع القرار، مع القرار. شايف حكامنا الكويتيين مقادرين على المباريات؟ لا لا لا، مو قصر الحكام الكويتيين، أنا أبعد الحكام عن الضغط. احنا اليوم مقبلين على متى نعطي حكامنا؟ اذا يحكم حكامنا، لا اذا المباريات هذه كبيره
بالعكس انا شايفه شيء ايجابي، وانا مع الاستعانه بالحكم الاجنبي مثل ما قلت لك، مو فكر المباريات، المباريات الحساسه اللي تحتاج ان يكون فيها حكم اجنبي. طيب مو قصرون في حكامنا، بس يعني ابعد عن الضغط. اوكي انا والله مو مع الغرض والله، مو كل مباراة اوكي، في مباريات بيخالف بس في مباراة المباراه الاخيره السالميه والغاتسي عدل صح. اللي بالسالميه اللي صارت اللي سعود سمحان، انت شفت سعود سمحان صراحه هذا الحكم انا ذاك اليوم صراحه ما كسر خاطري، يعني قلت هذا شلون يهجمون عليه اللاعبين كذي، ما يصير بهذه الطريقه، اشوف ما اشوف ولا واحد اليوم مباريات لا 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 في مباريات ثانيه كويتيين قبل كانوا يديرون مباريات ما يساعدون الكابتن وعلى جيله وعلى الجيل اللي بعده، لا ما لا ما نكون لا لا ما نقيس على مباراه واحده يا يعني جماعه ما يصير كذا مباراه كذا مباراه خلي خلاص محمد تدري شلون يجيب ست حكام وخلي الباقي يحكم درجه واحد او درجه ثانيه، هو قاعد يحكم مسكين مو قاعد يساعدون اللاعبين، ما عليه هذا شيء ثاني، اللاعبين حط قرارات وحط قرارات على الاداريين يسكتون عرفت شلون، وعلى اللاعبين يحترمون القرارات، احنا ودنا يعني ما نوصل للقرارات الاداريه اللي فيها، لا لا انا ما اقصد اداري معين اللي صار ذاك اليوم في المباراه يتحمل الحكم ولا اللاعبين، لا انا ولا هذول اخليهم كلهم، انا احمل اداريين الانديه يا جماعه ما يصير، بلغوا لاعبيكم لازم يهدون شوي، مو صحيح حكم راح شاف الفار 90 لاعب واحد لعقه. طيب اروح لفاصل وبعدها سعود. صباحكم الله بالخير. ننتقل للحالات التحكيمية في مباراة القادسية والكويت، والحالات التحكيمية مع طبعا محللنا التحكيمي كابتن حميد أحمد، وراح نشوفها على الشاشة وراح ناخذ رأي إخواننا ومحللينا بالتأكيد. نبدأ بأول حالة تحكيمية أبو بدر، هني حسبها الحكم تسلل ولا طلعت أوت؟ لا طلعت أوت. هني 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 طلعت ما في حسبها طلعت اوت شوف الكره بالهواء هي انا اتكلم عن الدقيقه 21 وحسبها تسلل لا 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 ما دام رفع الرايه ووقف مكانها ضربت اعتقد اوت حميد عدل انت شنو تقول الحاله هذه يعني الان الكره برا ورفع على اوف سايد رفع اوف سايد الكره ما في اوف سايد هنا كان قرار غير موفق من حكم الحكم المساعد شوف الكره ما طلعت شوف الكره كانت في الملعب شوفها عيد مره ثانيه يعني الكره ما طلعت برا ما طلع شوف ما طلع شوف الحين هو الحكم مساعد ابو بدر يرفعها يرفع الرايه برا معناها اوت ولا معناها تسلل ولا تركب على الاثنين هذه مو واضحه لا لا ادري الحين الحكم مساعد لما يرفع الرايه نعم رفع الرايه الان نفس الحركه اللقطه اللي نشوفها الحكم نعم. مساعد نعم. رفع الرايه انه شنو تسلل ولا اوت ولا تصير على الحالتين انا اعتقد رفع الاوفسايد هنا الحالة هذه بس واضحه هني حميد لا لا طلعت برا يا جماعه بس عيد بالحالتين هو طلعت كاهي برا هو رفع لا لازم لا ادري انا بس بعرف هالحاله اللقطه بالثنتين انا ما ادري يمكن اول مره للحالتين 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 بس ضربه المرمى يحط على حط السته شيء ما كمل ما كمل المخرج ما كمل المخرج لا ما كملها انه حط خربها يشوفوا اللقطه يحطونها خلي يحطونها لا بس هالكره طلعت عن خط المرمى هي طلعت لا طالع ريله لا لا زين خلينا ناخذ راي واحد واحد باخذ راي واحد انت بدر شو تقول هني دقيقه نذكر بس الساده المشاهدين اللي قاعد يشوف الحاله ويانا دقيقه 21 23 انت تشوف 23 اوت ولا تسلل شوف حتى لو كانت الكوره خارج طلعت شوف الحكم المساعد وين كانت مركزها شلون شافه شوف 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 الكره ويني وهو وينه شفت المسافه نعم من خط المرمى ما يشوفها ما يشوفها فمو واضحه فانا اقول رفع على التسلل زين حتى وقفته هني وقفه صح تمركزه صح ويحسبها تسلل ما تصير ابو بدر صراحه مو تسلل شلون يحسبها تسلل يا ابو بدر شوف الخط فريق الكويت الحين واحد ثلاث لاعبين مستحيل يحطوا مستحيل يحطوا هو يشوف اصلا مستحيل حاطه حتى الفار ما يجون يكلمونه انت شو تقول بخالد انا اقول والله هو رفع على الاوت أو لأن هذه مستحيل يحطها أصلا صعبة صح مستحيل يعني قدامه هو واقف على خط يعني ما فيها شيء ما فيها حالة جدلية بين واحد مغطي بين يعني وهو شوف ذكي اللايم الحين واقف صح ولا لا خلي ردها شوي
شوف نرجع له. شوف المساعد واقف صح ولا لا الحين؟ واقف صح. طيب شلون احسبها اوفسايد على ابو بدر؟ انت شو تقول ابو حمد؟ انا اقول ضربه مرمى حاطها. احسبها ضربه مرمى. لا ومرزوق في الحالتين غلطان. اذا حاطها اوفسايد هو غلط ما اوفسايد. واذا بيعتبرها اوت وهو تمركزه غير صحيح. ليش؟ شوفها. لا من رصتك من ما يخالف اقول رايي. تمركزه غير صحيح وما تبين اذا هي طالعه. واذا طالعه المفروض يمشيها لانه ممكن يجي منها هدف وبعدين انا ارجع لها اخرجت ولا ما اخرجت. هني احنا الحين قاعد نتجادل ممكن طالعه ممكن مو طالعه، لكن لنفرض انها ما طلعت ويا منها هدف، اذا حرم نادي القادسيه من انا رايي انه يكمل الهجمه لانه مو واضحه اذا هي اوت، لانه ممكن يجي منها هدف، اذا يا منها هدف بعدين نرجع حق الفار شوفها طلعت ولا ما طلعت. انا في الحالتين الحكم بعد مبدل يتحملها الحكم السنغالي، المفروض يكمل السنغالي يكملها فعله في فرايح ما يقدر ادري يكملها يقول لك كلمه يمكن يمكن قال طلعت اوت هو شكلها والله اوت يعني طيب. هذه مو اوفسايد نهائيا ولا اوت ما تبين ما تبين اوت مو واضح اوت الكره ما تبين اوت ريله برا الكره في الهواء ريله كنا طلعت بالهواء اي ما تبين فانت عط مجال فرصه يمكن تجي منها هدف وبعدين نرجع الفار بس انا ما احمل الحكم لان يمكن لايما يكون كلم الرجل خط مساعد الحكم اللعبه الحكم الحكم ما له شغل الحاله هذه اي ما له شغل لا طيب لا هذا خطا لايما نروح الحاله التحكيميه الثانيه الحاله التحكيميه الثانيه كانت في الدقيقه تقريبا 25 الاصطدام بالراس هل في هناك فاول ولا لا تلحم طبيعي تلحم طبيعي ماكو اي فاول مشترك على الكرة شوفها فكان قرار حكم قرار صحيح باستمرارية اللعب انت شو تقول بخالف لا تلاحم عادي بالهواء بس حدث التصادم ما يشوف الله يشافي ان شاء الله بخالف انت شو تقول بحمد فيها فاول والله حالة صعبة جدا صراحة بس اذا في فاول اعتقد على لاعب الكويت لان خالد كان تقريبا اقرب على الكرة ابو مرزوق لا ما في تصادم في الراس طيب نروح الحالة الثالثة الحالة التحكيمية الثالثة هدف الكويت هل هناك فاول ابو بدر طبعا هذا الفاول يا من الجول نعم نذكر بس ان الفاول كان دقيقة 31 ويا من الجول شوف هو في خطأ شوف بالقدم شوف الان لا في في سقوط في فاول في في بعدين لايمن رفع يعني اي اوكي لان كنا عند لايمن صحيح في اهمال من المدافع بس طلع الكره كنا ايش لا خل الكره في تراوس شو في عارضه لا الان مو الكره هذا مشى الحين هذا فاول الحين مشى شو مش لا لا خل لا في لقطه ثانيه بس نفس الحاله هذه نفس الحاله لا نفس الحاله هذه لا ابي يكون العاديه لا هو حاط لك الحالات هو يبي هذه هذه فاول الان في ركل الان في ركل من المدافع الغاتسيه وهني حسب الفاول ترى على خله بعد إيه خله شوي بعد خله لا بتستمر لا مو هي اللقطه الناس سقوط لاعب الكويت كان ركل من لاعب الغاتسيه ما أيه لعبه ثانيه لعبه ثانيه اي لا هو يبي نفس الحال هذا اللي جاء من هالجول انا نبي فاول اللي جاء من الجول فاول لا فاول 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 لا فاول من الخلف وكان ممكن كان قريب عند حكم لو ساعه اكثر ممكن ياخذ فيها انذار وبعدين المساعد واقف قريب كها شوف ومرزوق في تلامس في تلامس طيب نروح الحالة التحكيمية الرابعة الحالة التحكيمية الرابعة دقيقة 51 عطى كرت حط فاول على لاعب الغادسية وعطى كرت أصفر حق مامود هل يستحق كرت أصفر هني مامادو وبدر لا شوف حالة عادية ما فيها أي تلاحم يعني في اهمال والاهمال هذا ما في كرت اصفر لكن هو التقدير هو انه لاعب الغادسيه دخل بتهور فاخذ كرت اصفر لكن الحاله هذه ما فيها تهور دش بظهره لا 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 اعطاء الاصفر الحكم اصفر كرت اصفر ما تهور ما يعطيك اصفر الا في تهور يعني وين اهمال لا فاول عادي قلت لك كان لا انا اقول انذار صحيح الحاله ما فيها كرت اصفر بس فاول عادي اهمال لكن هو شاف التهور اعطى كرت اصفر انا اقول انذار لا والله عاديه يعني عاديه لا حمد حطها بالجهه شوف 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 لاعب الغاتسيه ما نط اتجه على لاعب الكويت فاول صحيح والحكم كان مقابلهم ممكن حس ان اللاعب اتجه ما حاول لاعب الغاتسيه ما نط اصلا رايح اللاعب
وكوعة كان على بعدين الحكم كان جاب لهم يعني يستحق انذار. اعتقد يستحق انذار لان اللاعب ما حاول على الكره اصلا. شوف انذار الكره في الهواء. لا مو انذار ان شاء الله لا تصير. شوف ايده شوف ايده لا تحكم عليه حتى لو ايده يا ابو مرزوق. شوف ايد اللاعب شوف ها شوف ايد اللاعب وين تهور هني مو تهور مو هذا هو تهور انذار يا محمد ماهر تهور انذار. نقول اهمال للاعب القادسيه كان المفروض لو لاعب القادسيه ناط شويه ما يخالف ممكن انا احاول لا ما احاول على الكره فاول عادي ما فيها اهمال فاول عادي ما فيها اهمال من لاعب القادسيه الحين اقول لك ما فيها اهمال ولا تعمد ولا تهور رعونه ولا تهور اللاعب اصلا عينه على الكره عينه على الكره ولا نط ولاعب ما نط ما غلط ولاعب الكويت جاي من ورا مو شايفه هو صدق شوف لاعب الخبره والله يدري جاي من ورا يدري انه لاعب ورا عارف ما يخالف عيدها الحين من اللي جاي لا لا تحط لي اخر شيء امتداد ادري انا بيعيد يلا من اللي جاي ها شوف يد لاعب انت شوف يد لاعب القادسيه مشكله ما في لقطه بالصوب الثاني الحكم جاب لهم احنا نشوف بالخلف ما يخالف شوف لاعب يد القادسيه شنو اللي في يد القادسيه غلط ايده شو وين يوديه ايده على المنافس شو اي منافس انا قدام انا قدام يا والله مام. انا رايي انه عادي فاول صحيح يلا اوكي كلنا رايي بس انا اقول فاول بس الاهمال من بدايه لاعب القادسيه انه ما حاول على الكره اتجاه اللاعب طيب والله زين لو دخل 18 مو بلنتي وبدر لا مو بلنتي هذا مو بلنتي لا مو بلنتي ما تنحس مو بلنتي التحام طبيعي نروح الحاله اللي بعدها الحاله التحكيميه الخامسه دقيقه 72 ايضا حسبها تسلل بس اشونها يعني ما هي منها هدف هذا خطا مؤثر قلنا مساء هذا خطا مؤثر لا وجود عن تسلل خلينا نشوف لاعب الكويت كان اقرب لخط المرمى من الكره ومشكلة الحكم الساعد كان تمركزه صحيح لكن اعتقد شوف الاقصى زين ليش ما حطوا الخط هذا مثل الحين الحاله اللي مسويها اقصى يسار لا 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 هذا ما تحتاج هذا ما تحتاج خط الخط يسمونه ما تحتاج لانه ما يمنع جول ابو حميد فما تحتاج فكان قرار غير موفق من الحكم الساعد الثاني نعم ما في تسلل هذه انت شو تقول ابو خالد لا ما فيها شيء ما فيها شيء لا ما فيها شيء ابو حمد والله اعتقد ما في اوفسايد ابو مرزوق مو اوفسايد اوكي اللاعب الاخير مغطي اخر لاعب اخر حاله اللي هي مثار جدل صراحه ومثار جدل حتى في تويتر وحتى في وسائل التواصل هدف الملغي لنادي القادسيه ابو بدر شوف لحظه لمس الكره من اللاعب القادسية شوف مهاجم القادسية كان هو أقرب لخط المرمى من الكرة الآن شوف الكتف والرأس مهاجم القادسية كان أقرب لخط المرمى من الكرة شوف خط حتى الخط الوهمي شوف موجود حتى الخط مال تلفزيون الكويت أيضا وضحت لنا الحالة أن كان هدف غير شرعي لوجود تسلل على لاعب القادسية انت شو تقول لا طبعا هي على الخطوط الزرقاء والحمراء والصفراء هذه اوف سايد لا بالكتف ويمكن جزء بسيط من الراس يعني ابو حمد والله روح مع ابو بدر انا اوف سايد اوف سايد ابو مرزوق شوف خلي اللقطه هذه الحين اللقطه هذه فيها اوف سايد بس هل الكره طالعه ولا بعدها مو طالعه لا لان الكره ما يخالف اللي عند اللاعب شكلها كانها مرتفعه لا قال لك لحظه لمس الكره وليس مو شرط راح احسنت احنا شو نقول انا الكره الحين كانها مرتفعه يعني خلاص طالعه من رجل اللاعب صح كلام زين ممكن فيها الثانيه او الثانيتين الكره ما اقول لحظه تلامس في التصوير هذا مو لحظه تلامس لحظه خروج كره صح فممكن لان انا هني احتاج شنو احتاج سنتي سنتيين فممكن خروج الكره هل الصورة هذه التقطت أثناء اللمس ولا أثناء خروج الكرة راح تفرق معك بس الحالات هذه من حدد لنا حكم البار أحسنت أنا شو أقول لك الكرة هل هي الحين لحظة تلامس ولا لحظة خروج تلامس لحظة أنا ما أشوفها لحظة تلامس لأن أشوف الكرة كأنها كأنها مرتفعة عن الأرض قد تكون هذه لحظة خروج أنا شفت الجزء هذا المفروض هذا الجزء البسيط اللي قاعد يفرق معي على أنت شفت هاللقطة شفتوا هاللقطة هذه شفتوا عادل إيه؟ هذه اللي كان من التلفزيون دقيقة 74 بالتحديد الخط اللي حطوه التلفزيون زميلنا الإعلامي عدنان يوسف طبعا أعتقد هو مدرس أيضا رياضيات أيوة. في لا تغريدة
بنشوفها مع السادة المشاهدين. يقول التقنية بالنهاية تخضع للخطأ البشري لأن من يتحكم فيها بشر. أظن خطوط الطول والعرض والأعمدة المقامة لا تعطينا حكما قاطعا. لمن يفهم لغة الهندسة في الرياضيات خط منتصف الملعب غير متوازي مع خط التسلل بشكل كامل. صحيح. هل فعلا هذه اللقطة بالتلفزيون؟ صحيح. لا كان خليتها عشان الناس او المحللين الخط يقارنون الخطوط اللي موجوده في الملعب الاخضر والاخضر الفاتح والغامق. لا هو يقول خط منتصف الملعب الخط الابيض خط النص وخط الشاشه غير متوازيين مو هذه اللقطه مشى بعد شوي. ايوه هذه بس خلها ثبتها يقول خط المنتصف هذه نفسها اللي حاطها هوني في في تغريدته. اوكي يقول خط المنتصف غير عن خط غير متوازي مع الخط الشاشي. شلون يعني متوازي؟ انا اقول لك شخص مو نفس المستوى يعني لو تبدي الحين لو تبدي الخط الاحمر من الجهه هذه من جهتنا احنا اليمين وتنتهي هناك راح تلقى الخط مو سيده راح تلقى مايل لجهه اليسار. شو تقصد صح؟ يعني المسافه من نص الملعب لرجل الخط المساعد هناك اقصر من المسافه هنا هذا اللي تقصد. ابعد اقصد ابعد ما ادري هذا ما تبين يعني. هذاك على الكل باص يقول لك مهندس يا محمد انت الحين شلون مو شايفه؟ لا 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 ما لا ما شايفه غض النظر غض عزيز الحين انت الحين الخط اللي يمك طيب نفس الشيء. لا الشاشه احنا ما نبي خط المصور. لا ابو خالد بسالك سؤال انا برد على سؤال الحين لاعب القادسيه مجدد بالشتف ولا بالراس ولا لا؟ خلي شكله احنا ما نبي الخطوط احنا الحين عشان ما نشكك في غلط الحين لاعب الغاتسيه هو ابو حمد هو ايش يقول؟ يقول لو الخط متوازي مع خط المنتصف ما راح تشوف اللقطه يا رجل انت الحين شيل الخطوط لاعب الغاتسيه مجدد ولا مو مجدد؟ كذي سابقهم ولا مو سابقهم؟ سابقه بينه ما يحتاج خطوط هذا بشوف بنشتري ارض ايش عيننا اي والله خط عرض وخط طول انت الحين خط الخط اقرب لاعب هذاك علي حسين لاعب الكويت بالخط اللي جبال لاعب القادسيه وياك إيه؟ اوكي الحين لو تحط الخط خط المتوازي راح يكون على نفس الخط ولا لا؟ انا الحين اقول لك الخط غلط باخره وروح وياك لاخره. الحين انا بسال سؤال لاعب القادسيه في الحاله هذه الراس والكتف مقدم ولا لا؟ انا بسال سؤال شي خلي احنا بلوت قبل لا اسالك انت اللي جبت الموضوع. انا مشيت على تغريده اخوي عدنان يوسف. لا انا شوف كلام الاخ مرزوق صراحه عجبني لان الكره ممكن تقول هذا الجزء المفقود من الثاني ممكن يكون له فرق ولكن الحين هذه اللقطه اللي قدامنا لاعب القادسيه مجدد مبينه يعني. شوف لاعب القادسيه الحين هذا مو خط هذا مو خط مال القناه الثالثه ايه الاصفر خط قناه بسعود الخط الخط خط التلفزيون بس في الحالات هذه المفروض ما يؤخذ من الزاوية هذه لازم يؤخذ بالزاوية أمامك علشان يطلع الخط صح لأن حتى شيل اللاعب القادسية والكويت زين قد هني يبين اللاعب القادسية أنه متقدم لكن أيضا يعطينا اللاعب الأخير مع النادي الكويت أنه ممكن بعد يكون متقدم على اللاعب القادسية. أنا اللي مستغرب منه الخط يا جماعة يعني الإخوان اللي بالتلفزيون اذا يرجعون حق الخطين اللي حطوهم الحين مو حطوا الخط الاصفر هذا متابعين انت قصدك من التماس للتماس عشان يبين خلي يشوف يعني. الخط الاحمر الثاني اللي حطوه الخط الاحمر الثاني هم في يعني شوف هو في ازرق في احمر إيه؟ شوف الحين الاصفر ازرق امان على اقول كلام ازرق امان إيه؟ احمر لا اي انت انا اقصد مو الخط هذا خط الباك خط الباك هذا واحد حق المدافع واحد حق المهاجم هذه تمام هذه وين الخط بس ما يخالف خل نتم على هذه مو تبون هذه خل لا مو هذه الثانيه ارجع الثانيه راح يرجع لها الحين شنو كنت بتقول عنها راح يرجع عليها علشان اتكلم تبين عشان اشرح لك عليها يعني بعد ما في هذا اقصر وهذا اطول الخطوط لا إيه؟ خليها نرد حق مرزوق خلي يوقفها بس خلي يكمل وبعدين يرجع يوقفها والله جدل بس خلي بس وقفها ما يخالف الان هني لاعب القادسيه متجدد اوكي بالشكل هذا صحيح. لكن ايضا لاعب الكويت اللي هناك ممكن يكون متدخل اخر واحد اللي عند اللايمه شلون يعني متدخل ممكن يطلع لاعب القادسيه مو اوفسايد قصدك الكوع يعني مبين شوف اي اللي صوب اللايمه من هناك لاعب على الخط اخر واحد اللي صوب اللايمه اقرب واحد قد يكون ايضا لاعب القادسيه ما يطلع الاوفسايد ايه ده قصدك صح؟ ايه بالاضافه لاحظ الكره اللي عند لاعب القادسيه هل تشوفها في الارض ولا مرتفعه على الارض؟ اه
انا اشوفها بالارض، انا اشوفها فيها ارتفاع لان تحتها ممكن يكون في ظل ففيها ارتفاع. اذا فيها ارتفاع احسن، مو احنا 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 هني مو لحظه تلامس، هني لحظه خروج كره. ففي الخروج ما بين خروج الكره وتلامس الكره ممكن في جزء من الثانيه، الجزء من الثانيه هذا ممكن انا اكسبه في خروج لاعب انه طلع اوفسايد. رد هذه الثانيه ما بين التلامس وما بين الخروج ممكن لاعبي ما يطلع اوفسايد. طيب بس ما لعبت الكره، قاعد يعني اقول لك لحظه التلامس ولحظه الخروج انت علشان تحسب تحسبها من لحظه التلامس. صح صحيح، هذه الصوره ما تعطيني لحظه تلامس، هذه تعطيني لحظه خروج الكره لمست وطلعت. فهني ما بين لحظه التلامس الكره وخروج الكره ممكن في اجزاء من الثانيه تعرك من الثانيه، هذه تساعدني في ان لاعبي ما يكون في موقف. كابتن حميد انت قصدك في تلامس يعني لما يحط ريله بالكره بس لما يسوي مو خروج لمس الكره بس يحط ريله أيوة لمس الكره بدا هني المفروض توقف هذا السويتشون على قول بدات الحركه هني التوقيف هني هني موقفين لمس لا هني الكره طلعت لا هني مو لمس هني الكره طلعت هني طالع ريله اللاعب يعني شاتها قصدي يعني مو لمس هني طلعت الكره. كابتن احمد كابتن احمد زين خلينا نرد اللقطه من غير خطوط خلينا نشوف انت لاعب كره اذا لمست الكره هل تلمسها وتوقف ريلك ولا ريلك راح تكمل؟ اذا بتشوت ريل لاعب القادسيه فيها تكمله فيها طيب. تكمله رايحه الريل لحظه يعني انا عندي جزء من الثانيه هذه الكره ملعوبه هذا اللي يقصده مرزوق عدل شفت الحين شفت الكره وين صايره بالهواء ايه؟ ولاعبي هالجزء الصغير هذا لو ترد بعد لحظه لاعبك وين شوف 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 الحين لاعب القادسيه رد شويه بس رد شويه رد لا ارجع بس تكفى عطني فرصه ارجع لا ارجع شويه ارجع لحظه أوكي. بس وقفها هنا الحين لاعب القادسيه اوفسايد ولا مو اوفسايد؟ اوفسايد ما لعبت الكره اوفسايد مرزوق اوفسايد كان اوفسايد ما لعبت ممكن حط الخط انت لا حط الخط حطك اياها يعني الجزء اللي قلته الحين حط دقيقتين لا انطر ما يخالف ماشي خلاص اوفسايد اللاعب ما لعبت الكره الحين اوفسايد لاعب وراح انا ايش قلت لك إيه؟ انا قلت لك رد لي حط لي الصوره من لحظه التلامس انا حطيت لك لاعب القادسية ما مرر للحين يعني اللاعب القادسية إيه؟ انا شنو نقاشي انه ممكن تحتمل الصوره اللي انحطت من لحظه خروج إيه؟ حطها لي من لحظه التلامس قد اكون مو اوفسايد مو مساعد حطك اياها قبل الحين حطها شنو الحين لحظه التلامس شنو بين معك لا فهمني انت بس خليه يرجع شوي اي حلو نفس الحاله اسمح لي بس هو لانه ما حط الخط وقت لا بس لحظه وقف هنا ايوه لحظه لا ارجع شوي ارجع انا انت طالع انت الحين طالع ما طالع انا معاك الحين انا نقطتي شنو شوف لاعب القادسيه ما مرر رفيجك اوفسايد كاهو كمل كلمتي شنو نقاشي تلامس بعد ما تقول رجع غيري انا اكمل لك علشان يا راجل قبل يلمس اوفسايد ما لمسها قبل يلمس انت اوفسايد كاين ما لمسها ما لمسها رجع على طول ماهر مو احنا مجال نتكلم تفضل حبيبي الحين احنا هل انا قلت اوفسايد ولا مو اوفسايد لا انت قلت ما قلت لغايه الان صح انا ايش قاعد اقول لك قاعد اقول لك اللقطه يوم انحطت اوفسايد حلو بس الكره هل لحظه تلامس ولا لحظه خروج طيب ردوها لنا ردوها لنا أوكي. يوم ردها الحين لحظه تلامس فيها اوفسايد طيب انتهى الامر انا بس عشان انت ما اعطيت مجال انا قاعد اقول لك صح كلامك بس الحين مو تلامس لمس مخرجنا ما شاء الله عليه ردها من قبل لا يلعب غير اوفسايد تلامس غير طيب حتى ابو مرزوق انا صراحه كلامك اقنعني ولكن الحين بين خلاص من ردها من التلامس أيوة وضح لاعبي اوفسايد انتهى الامر طيب قلنا ايضا مشعل العسعوسي متابعنا ومتشرف فيه مشعل قال اوفسايد يقول صح كلام الاخ عدنان لكن هذه اللقطه عرضناها في تلفزيون الكويت خط منتصف الملعب موازي لخط الكاميرا تسلل صحيح هذا رايي هذه شوف انت الحين قبل لا يمرر لاعب القادسيه قبل لا تلامس ولا طلعت الكره ولا معزنه الريال اوفسايد بينه يعني مبدل قرار حكم صحيح ابو حمد مو تلامس لمس الكره شو اقول لك اي لمس لمس غير تلامس غير لمس اي قرار حكم صحيح قرار صحيح ايضا حكم البار البار رشيد فيه اي هذه صراحه حاله صعبه وقف داخل ايجابي مو كل نحط على ربعنا البار الكويتي لا بس لا تحط الفار بعد ايضا اللاين الفار مغربي ايضا اللايمن ترى رفع اوفسايد طبعا رفع هذه صعبه رفع انت اعطيت صعوبه هذا الصعب صحيح صعوبه حق الفار قاعد تقول له وانه تشكر الفار تشكر اللايمن لان اللايمن حزتها وعطى اوفسايد اي هو لازم يعطي اوفسايد طيب عموما هذه كانت حالات تحكيميه بنروح لفاصل وبعدها بناخذ بعض الاتصالات الهاتفيه ان شاء الله
بس قبل اروح ايضا اتصالات الهاتفيه اليوم ايضا نذكر اليوم في حدث كبير وحدث مهم في دبي الحبيبه والغاليه كاس السوبر الاماراتي. اليوم حدث منتظر صراحه بين فريقين كبيرين، فريقين عريقين، فريقين لهم قاعده جماهيريه الجميل. ايضا الملعب محايد يعني لا ابو ظبي ولا بالشارجه، لا بالعين ولا بالشارجه، في دبي مباراه السوبر بين العين والشارجه. اتمنى انكم تتابعونها، حدث كبير. ادري عطله الحين في الكويت، اللي موجودين في الامارات الشباب ادعوكم لحضور المباراه صراحه في اجواء احتفاليه الاخوان مسوينها هناك، امور ترفيهيه، مسابقات، يعني كأنك رايح صراحة تمام. يوم تقضي فيه يوم جميل. وأدري الكويتيين موجودين في دبي الحين عشان العطلة، فخاصة الشباب وحتى العوائل، ترى حتى العوائل لما يروحون الأخوان في الاتحاد الإماراتي ترى يسوون أجواء حق العوائل، حق العيال، حق الشباب، يعني راح تستمتعون بأجواء مباراة مثيرة إن شاء الله بين العين والشارجة. ودعواتكم للعين بالتوفيق، كلنا العين. حياكم الله ويانا. قبل اخذ اول اتصال في تغريده مهمه بس، وهذا حدث ترى في السعوديه الان، يعني الشغل الشاغل ومثير جدل صراحه. اخونا العزيز طلال المطيري انا دائما اشيد فيه لانه دائما يضع ايده على يعني امور ويضع النقاط على الحروف في كثير من الامور. تعرفون موضوع تلسكا وموضوع الامور العقوبه اللي صارت، اخونا طلال المطيري ايش يقول؟ يقول: من الذي قام بتسريب المعلومات وخان الأمانة والثقة في عمله ولمصلحة مين؟ يتساءل الشارع الرياضي لماذا سجل المترجم الجلسة، ويتناسى الجميع من الذي سرب الحدث قبل صدور العقوبة. لابد من محاسبة المسرب ومحاسبة المتحدث الذي تجاوز النظام وتكلم فيما يخص اللجان. ركزوا، مصدر موثوق. هذا طبعا كلام أخونا طلال، و لا أدري مدى صحة هالكلام أو المعلومة، وما أدري يعني موضوع أيضا صورة أخونا دباس أصبح عليه بالخير دباس. أنا مالي شغل دباس، عفوا رئيس نادي الكوكب، لا دباس هو رئيس نادي الكوكب. إيه نعم. لا والنعم والنعم. أنا مالي شغل في الموضوع. طلال يتساءل، الإجابة عندكم. خلنا نأخذ أول اتصال. أخوي سالم صبحك الله بالخير. هلا والله، الله بخير أبو سعود. يا حياك الله. يا هلا والله أبو سعود. أول شيء أنت قبل أسبوعين استضفت حسين الفيل الشاوي. نعم. وقبل أسبوع أبو مرزوق. زين. نعم. أتمنى أنك تكتب من استضافة النجوم القدامى خاصة الزمن الجميل. أبشر. هاي واحدة. الشغلة الثانية أبو سعود، أنت قاعد توقف يومين. نعم. لا انت تعطل انت والبرنامج والاصطاف يومين تسوي له. نعم. مني لنهايه الدوري المباريات كلها قويه تسوي له وكلها مؤثره. زين، اتمنى تنسق مع الاخوان في البرنامج الثاني اللي هو وانتو. زين، ان شنو ان انت ايام المباريات ايام الدوري ما تعطل، تخلي عطلتكم وقت الاوف او شيء. ابشر، هذا عند اخونا ابو حمد احمد الفضلي، ان شاء الله توصل له الملاحظه. خلي عطل فيفا دي فيفا دي. حاضر يا سالم، تام. اخوي نشد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا ابو سعود، ونصبح على الكوكب اللي معك كضيوف في الصراحه. حياك الله. انا طبعا اتفق مع كلام الكابتن ماهر العنزي، كلام عقلاني. ماهر الشمري. مع اني ماهر الشمري. ابو حمد، مع اني انا قتاوي، واكد على ان النقطه اليوم جيده بالوضع اللي نشوفه. نادي الكويت مو مخلي محترف الا جايبه افضل لاعبين محلي خذاهم، يعني كل شيء متوفر له، ونادي القادسيه تعرفون الظروف. فبالوضعيه اللي موجوده
يعني تعتبر فوز نادي القادسية اللي سواه اليوم، الله يعطيهم العافية ما قصروا. الأمر الآخر تكلمت فيه أمس أنا أبو سعود لما قلت لك أن الحكام اليوم الحكم أثبت أن هذا الحكم غير موجه ولا أي شيء، والدليل حالة صارت اليوم أتحدى أي أحد يجيب لي نفس الحالة صارت اليوم، أن لاعبين من نادي الكويت خلال أول 12 دقيقة يأخذون إنذارين ومغلوبين. هذه ما راح مستحيل صارت ولا راح تصير لو كان غير هذا الحكم موجود او النوعيه هذه من الحكام. صحيح. الامر الاخر ان النتيجه تقول عادله بسبب ان كان الحكم اداءه حتى لو كان عنده اخطاء، لكن احنا نفهم ان الحكم كان اداءه جيد ولو كان اخطاء، الاخطاء هذه غير مقصوده. الامر الاخر بتكلم فيه ابو سعود، انا في خطا شائع عند الرياضيين الان ان افضل اداره نادي الكويت بالسنين الاخيره والى اخره. انا اقول هذا كلام غير صحيح. المبالغ اللي قاعد تصرف على نادي الكويت مقابل النتائج اللي قاعد يحققونها، وانا ما قاعد يحققون الفوز بسهوله بالبطولات بالصرف اللي يسوونه، هذه اداره تعتبر على قدها. الاداره الناجحه، وهذا الكلام قلناه قبل سنتين، اداره عزيز عاشور، اداره حمد خالد الدبوس، بالظروف وبالامكانيات الموجوده عندهم قاعد يحققون نتائج قياسا على امكانياتهم تعتبر نتائج عاليه. والان اللي جاي على الطريق اداره نادي الكويت، نادي الجهره، الكابتن خالد قاعد هم بدايته انها جيده، قاعد يبذل جهوده. طيب. فاقول حق نادي الكويت كاداره المفروض تشوفون متخصصين يقيمون ادائكم العملي في اداره نادي الكويت عشان تكونوا عارفين حقيقه ادائكم وعملكم، اللي انا اعتبره ترى بسيط، الفلوس طيب. موجوده عندكم وما في نتائج. شكرا لك نشت، مع اني اختلف وياك، يعني انت لا تقيس والله نتائج او البطولات في هالموسم فقط، يعني عمل الاداره السنوات الماضيه كل البطولات الجماعيه والفرديه ماخذينها نفس الاداره، نفس مجلس اداره، نفس الاداريين، يعني اذا مر موسم في هبوط مستوى او عدم فوز في بطولات والله تقول عنهم والله مو ناجحين، امر طبيعي ان اداره يمر فيها دروب، يصير فيها الادارات الاخرى هم قاعد تشتغل، يعني الفرق الثانيه قاعد تجيب. فانا اختلف معاك في هذه الجزئيه. نعم ويبقى رايك ويحترم. اخذ اخوي فاضل، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير يا ابو سعيد. يا حياك الله ابو سعيد، اللي وياك ترى مو شايف المباراه. شلون؟ ولا حضروا المباراه ترى الا بس محمد بنيان يعني بس. شلون؟ ترى الجماعة قاعد يطالعون بالتلفزيون اللي عندي يقول بلنتي مو بلنتي فاول تسلل، انت ما تدري الدقيقة 20 شنو فيه بالمباراة وجاي تحل المباراة. ايش دراك انه ما يدري الدقيقة 20؟ لا انت قلت في الدقيقة 20 كان في كرة طالعة لا تسلل حسب التسلل وحاطة تسلل، يعني شلون ما يدرون عن المباراة؟ حسب التسلل انا ما ادري ايش قاعد تقول والله يا فاضل، انا ما ادري ايش قاعد اقول، قصدي على الكره اللي قاعد اقول لك الرابع. احنا اللقطه اللي حطيناها يا فاضل انت ما قاعد تشوفها، احنا قاعد نحط لقطه قاعد نشوفها داخل بيننا. انا معاك عبد العزيز، هي اللقطه هي ما حد يدري، الحكم ما يدري، احنا ما ندري الحكم شنو حسبها، انت تدري شنو حسبها؟ شنو حسبها؟ تسلل. شلون تسلل؟ حكم شايف اللقطه فاضل، شايف اللقطه حطها، ما اقدر احط على الهواء. شوفه ارجع شوفه، راح تشوف الحكم المساعد واقف جبال اللاعب. اقول انت رايك اوفسايد ولا شلون؟ انت شايفه تسلل؟ شفنا المباراه. ادري انت شايف اللقطه تسلل بالملعب. انت شايف اللقطه تسلل؟ عيد المباراه، خلي يكمل لك. انت شايف اللقطه تسلل يا فاضل؟ انا مالي شغل بالملعب ولا انت شايفه بالملعب ولا بالتلفزيون؟ عقب ما رفع الراية، لحظة، وين حرك الكرة؟ أنت بالملعب ولا بالتلفزيون شايف؟ وين حط الكرة لعبها؟ بعد اللعبة وين حط الكرة لعبها؟ ما له شغل، ترى مرات يا فاضل مرات الحكم يحط الفاول هني يلعبون فاول بعد مترين عن الحكام. الفاول داخل الستة تحطها. لا بو فاضل، لا عبد العزيز، ما يصير تنتقد، ما يصير تقلل من راي محللينا يا فاضل، ما يصير تقول مو شايفين المباراه.
إيه؟ شلون مو شايفين المباراة؟ ما يصير هذا رايه يعني بسرود. اذا رايه خالفك صار ما يشوف مو شايف المباراة. خلي يقولون المحللين وين لعبة الكرة؟ فاضل ما له شغل وين لعبة الكرة يا فاضل؟ خلوضه هو قاعد يقول اوف سايد. فاضل يقول اوف سايد. ليش بنى الاوف سايد؟ لان الحكم من صفر وين لعبة الكرة؟ انحطت مكان اوف سايد ما انحطت اوت. هذا اللي قاعد يقوله فاضل. اوكي زين. فهو قاعد يقول لك ان الحكم حسبها اوف سايد. ادري بس احنا اجاباتنا وهو قاعد يتكلم كذي. وهو يقول احنا اجاباتنا على سؤال مسعود. انت احنا راينا اوف سايد ولا لا؟ احنا جاوبنا انه مو اوف سايد. ايه؟ ما قلنا الحكم غلط ولا صح. ما هو قاعد يقول ما غلطنا الحكم هنا. لان ابو سعود ايش قال له؟ قال له انت شايفه اوف سايد ولا اوت؟ قال له اوف سايد. قال له شلون حكمت اوف سايد؟ قال له لان الحكم حطها مكان اوف سايد. بس مو احنا سؤالنا كان اوف سايد ولا لا؟ هو كذي قاعد يجاوبك. لا لا هو شنو رايه الحين؟ الكره اوف سايد. هو يقول ما ادري اوف سايد. اخذ اخوي عبد المحسن. صبحك الله بالخير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. مسلم على الاخوان. حياك الله عبد العزيز. نعم. الحكم الفار مغربي عدل ولا لا؟ نعم صحيح. احدى الصحف اللي بالكويت ما ادري اذكر اسمها كان ترى موقوف بديرته. يعني جايبين حكم موقوف بديرته مباراه مهمه مصيريه. يعني ما تشل من خسالفه يا اخوي عبد العزيز. ما يدرون عنه موقوف ولا لا؟ حكم موقوف بديرته باصل ديرته موقوف. عبد المحسن ويدرون الاتحاد. عبد المحسن الاتحاد يا عبد المحسن اتحاد يخاطب الاتحاد المغربي. المغرب يدزون حكم موقوف مو زين سيء. ما هي مش دراهم بعد ما يدرون عادي. ها ايش دراهم؟ ايش دراهم؟ ايش دراهم؟ العتب على لجنة الحكام. مشاكله داخل ديرته. جيب لي حكم مباراة مصيرية. والله بعد شنو صار اليوم؟ في شيء؟ بس اليوم ما صار شيء. هذا ضيع الفوز على الاتحاد. اشكرك يا جماعة. قولوا الاخوات تبون درع الدوري ودوا كيفان وخلصونا يا جماعة. والله زهقنا من 2017 احنا نفس ما في شيء. اليوم شنو الخطا؟ اليوم شنو الخطا يا ابن مس؟ الجول الفار اللي لغى. منو اللي لغى الجول؟ ما من اللي لغى تسلل. الجول تسلل يقولون من هم اللي يقولون؟ كان ربعنا كلهم قالوا من هم اللي يقولون؟ محللنا التحكيمي قال تسلل. مش هالعسعوسي المحلل في القناة الثالثة قال تسلل. كلهم قالوا تسلل. حكم مساعد بعد يا ولد الحلال. انا مع احترامي حق الجماعه يقولون تسلل. احنا قاعد نتكلم عن الحكم. انا الحكم جايبين حكم موقوف. ليش؟ انا ما ادري موقوف. ما ادري من اللي كتب انه موقوف. انا عندي ادزك. انا ادزك الحكم بالاسم ولا الاتحاد رشح؟ حرام الحكم لعبه مصيريه. طيب هذا رشاد. بس يصير تطلبوا الاسم. والله شكرا لك اخوي عبد المحسن. اخر اتصال اخوي ناصر. صبحك الله بالخير. حكم العلاقات اللي بينهم. ناصر هلا. صباحكم الله بالخير جميعا. صباحك الله بالنور يا اخي. يعطيكم العافيه. حياك الله. عزيز الجدل اللي صاير على موضوع الاوفسايد وما الاوفسايد. انت لو تشوف اللقطه هو رفع اوفسايد وبعدين الحكم يوم طلعوا عليه الصوره كان رافع ايده فما كانت الكره اوت وبعدين حطها قدام خط ال 18 لعبوها على اليمين من 6 يارده بالزاويه على اليمين. لو الاوت كان اللعبه عند الستة يارده لعبه الاوت واللعبه على اليمين. احنا مو مختلفين على يا ناصر. احنا مختلفين على ان شلون الحكم المساعد. انت لو تشوف اللقطه تشوف الاعاده الحكم المساعد واقف جبال اللاعب وبينه وبين لاعب القادسيه وبينه وبين لاعب الكويت متر. يعني متر ما شاف تسلل. مأيدين كلامه هم. هذه المشكله يا عزيز. احنا هذه مشكله. هذه نقطه ان شلون يحسبها تسلل والمسافه بين لاعب القادسيه والكويت متر. باينه الاقراء غير موفق. قلنا بعد هذا نقطه. هذه عزيز هذه المصيبه. يعني هذه واضحه انه رافع الرايه الحكم رافع ايده. يعني هذه الكره تسلل مو اوت. هذه المشكله. هذه اللي قاعد اقول توصلها. انا شايف المباراه. وبعدين في نقطه ثانيه عزيز تفضل. في دكه عند صوب الاحتياط يعني طلع أسطورة. يعني أمم ناس قاعدة تحت شنو تسوي؟ يعني أنا اللي أعرف احتياط واحتياط والمراقب بالنص.
العالم اللي قاعد على التحت عند صوب المراقب ما ادري على اي اساس يعني مو هذا ممنوع. ودي اسال الحكم حميد يعني هذه هل يعقل ناس تقعد كذي تحت مثل المباراه التالميه فجاه صار الملعب كله لاعبين وكله اداريين؟ يعني هذه احنا مشكلتنا احنا بالرياضه يعني ما في قوانين ما في عقوبات يعني اي شخص ما له شغل بالمباراه ما تقعد تحت عمي. طيب خلاص تقعد فوق. لا والله صح كلام بس لا يقعد ولا ينزل اصلا مو بس لا يقعد. خط التسلل عزيز خط التسلل ليش ما نطلع بالوجه؟ ليش مو على جنب؟ ليش على جنب؟ ليش مو سيده؟ ليش ما نشوفه بالكاميرا سيده؟ ليش ما ليش صاير على جنب؟ والله يا ناصر هو على حسب الكاميرات اللي وزعها المخرج ناصر. ما هذه عندنا اربع كاميرات لا وتوزيعها يعني لا بالفار اكثر ثمانية توزيعها يعني. عموما شكرا لك اخوي ناصر. واعتقد اللي ما له شغل ما قاعد يقعد تحت شوف يعني كلام يعني كلام صحيح يعني يوم نتكلم عن مثلا المسؤولين اللي موجودين تحت ترى كله يا رئيس جهاز كره يا مساعد رئيس جهاز كره يا ويدرب مدرب كان اداري وشباب مدربين وللاسف اكو ناس ما لها شغل اساسا بالفريقين تلاقي موجود. هذا دور مراقبه اداره حكم الرابع والله هديك هل نقول مراقبه اداره حكم الرابع من اللي سمح انه يقعد داخل الملعب؟ حكم الرابع هو مسؤول عن الاحتياط وعن المتواجدين في الدكتات غير هذا ما في. ولا احنا ضد الفكره هذه انت واحد يدش هو المشكله تدري شنو بس ما يخالف الداخل ياكم انا قبل لا تبدا المباراه الكل ملتزم في النظام حكم الرابع يروح يشيك هنا ويشيك هنا من اللي قاعد لو سمح طلعوا هذا احنا نتكلم بعد المشكله هني تصير الفوضى. ليش نفتح الباب؟ ليش نفتح الباب؟ احنا نتكلم مثل الحين كل الكلام اللي قاعد نقوله بعد ما تحدث المشكله تبدي الفوضى. تبدي الفوضى متى؟ لما الناس تشوف من برا. انت قبل المباراه كلنا ملتزمين وش اخبارك وعساك بخير وعجب. الحكي لما تصير المشكله او يصير الحدث او يصير خطا تحكيمي انجاز التعبير هني تبدي الفوضى عندنا. طيب احنا عندنا موضوع ابو حمد احنا حرصنا انه ايضا ولك صوره في الاخوان ان نعرض التقرير اليوم وجودك لان انت دربت في الدوري السعودي وعشت تجربه الدوري السعودي واعتقد في الدوري السعودي في مؤتمر صحفي صح؟ طبعا في مؤتمر صحفي. احنا بنوريك تقرير عمله اخونا خلف العنزي عن موضوع المؤتمرات الصحفيه وبتعليقك على يعني مقارنه ما بين المؤتمر الصحفي عندكم والمؤتمر الصحفي عندنا في 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 الكويت. خلينا نشوف تقرير اخونا خلف العنزي. هذه كانت اليوم كان في مؤتمر الجولتين اللي طافوا ما في اللي قبلها في انا ماني فاهم يعني من وجهه نظر ان القادسيه كان اما ان يطلع في المؤتمرات الصحفيه بعد نهايه مباريات دورينا فكره جيده رات النور هذا الموسم لكن تطبيقها على ارض الواقع لم يكن بالشكل الامثل. والله للأمانة هو عمل يعني ممتاز واحترافي ويعني أعتقد أنه شيء محتاجينه إحنا في الدوري الكويتي. صحيح أنه هناك بعض الملاحظات البسيطة ولكن كل شيء ينحل يعني مع الوقت. يعني هذه أول سنة أنت عارف أعتقد أنه شوي يحتاجون وقت أكثر الأخوان وإن شاء الله يعدلون كل الأمور نطلع بصورة أفضل. أتمنى لو تكون بالشكل المناسب يكون في صحفيين يكون في أسئلة يكون في إعلام أقوى على المؤتمر الصحفي ممكن أنت تعمل مؤتمر صحفي. أما إذا ما في صحفيين ما في شيء أنا أتوقع أنه ما له داعي يعني. وهذا الشيء اللي للأسف أنه موجود حاليا أنه دائما المباريات ما في مؤتمر صحفي أنت تتكلم على كيفك وتمشي كمدرب تتكلم عن المباراة بشكل عام تمشي. ملاحظات وأمور تنظيمية كثيرة على المؤتمرات الصحفية منها تأخر تجهيز المؤتمر ومكانه وعدم وجود الإعلاميين والصحفيين وإقامة المؤتمر في بعض المباريات وتجاهل الأمر في مباريات أخرى. صح توني طلعت من المؤتمر الصحفي طبعا على ما يمددون الوايرات وعلى ما يمول الكاميرا من أرضية الملعب ينقلها لإقاعة المؤتمر. ومثل ما قلت اليوم كان في مؤتمر الجولتين اللي طافوا ما في اللي قبلها في أنا ماني فاهم يعني ماني فاهم متى لازم يكون فيه ومتى ما فيه. هل هذا الشيء مرتبط والله بالناقل الرسمي ولا على الاتحاد ولا على المزاج ولا على حسب المباراة ولا حسب منو فايز ومنو ما أدري.
من باب الاحترافيه لما يكون والله لما يكون لما تكون انت تدري من قبل المباراه انه راح يكون في مؤتمر صحفي، مو تقعد عقب المباراه كل شوي طالع الساعه ها كابتن في اليوم مؤتمر ولا ما في، الحين نشوف خلينا نشوف سياره النغل على ما يمددون الوايرات. هذا مو شيء احترافي، وبعدين لما ندش مؤتمر صحفي تشوف ولا صحفي قاعد ولا احترافيه خلاص ما في صحفي نهائيا نهائيا ولا صحفي. احنا مع جميع القرارات اللي تتخذ من الاتحاد، لكن القرارات لازم تكون مدروس. يعني الحين المباراه اليوم ما في مؤتمر صحفي ولا حد جانا بلغنا، ما ندري يعني، ومباريات كثير يعني ما كان في مؤتمرات صحفيه وتم الغائها، ومرات نقعد نحضر ونتكلم ويكون الموضوع يعني تسجيل مو لايف، والمعني ماني شايف انه يعني المؤتمر بالعكس شيء اضافه وتعطي معلومات، لكن اذا بدون صحفيين من ايش حقه قاعد المدرب؟ من اللي بيسال يعني شنو رايك في المباراه؟ بقول رايي انا رجال زعلان مثلا، بقول رايي كلمتين وامشي، انا فرحان بقول رايي بكلمتين وامشي، لكن ما المفروض يكون الصحفيين تواجدهم والاعلاميين وحتى الفنيين يكون موجودين ويسالون وتكون شفافيه يعني للجميع. لكن انا اشوفها يعني ما هي تجربه ما كانت يعني على حسب التوقعات قبل لا تكون يعني في البدايه. هذه كانت ملاحظات المدربين والمنسقين الإعلاميين، نتمنى أن تصل لاتحاد الكرة لتصحيح هذه الأخطاء في قادم الأيام. شكراً أخوي خلف. يعني أنا تطرقت لهذا الموضوع أكثر من مرة، راح أتكلم جزئية أخيرة بعد، لكن لا بقولها الحين قبل لا أخذ رأي الإخوان. يعني أخوي عمر الزامل أصبح عليه بالخير يقول يعني مع الوقت، يعني يا عمر الحين من شهر 8 أو 9 الحين دشينا بعد 5 أشهر، يعني معقولة ما صلحوا؟ يعني ما شفنا شيء تطور أو تجدد من 5 أشهر؟ يعني مؤتمر صحفي بالجولة الأولى تلقى في أخطاء، الجولة الثانية تتغير، الجولة الثالثة أفضل، الرابعة أفضل، الخامسة شيء احترافي اكثر، السادسه انت اليوم بعد 16 جوله اخوي عمر تقول والله يبون بعد وقت؟ لا يا عمر ما توفقت في هذه والله. يعني اليوم واحد بيصلح اخطائه صلحها بعد الجوله الاولى الثانيه، والمشكله كنا نتكلم احنا هني، انا قلت حق اخوي سطام، قلت له يا سطام ما يصير يا اخي الصحفيين اللي طلعوا لهم هويات يحضرون المباريات، يا جماعه ترى رجاء ما نعطيك هويه تحضر الملعب الا تحضر مؤتمر صحفي، ما نتحضر مؤتمر صحفي ما راح نخليك تحضر المباريات، عشان تعطي برستيج حق المدرب. المدرب لما يحضر يشوف في ناس قاعده، في صحفي يسال. وقلت حق سطام على الهواء، قلت سطام انت بتروح محاضره، بتروح ناس داعين لك، جامعه مؤتمر تروح، بس انت بروح قاعد، انت يا اخوي سطام راح تلقي المحاضره؟ مو تدوم تمشي؟ اكيد تدوم تمشي، تقول شنو جاي اقول محاضره حق نفسي؟ نفس الشيء المدرب، هاد شغله وهاد بيته وهاد عياله وهاد اسرته وهاد وفوق المباراه يمكن خسران وما له خلق، بيروح حق المؤتمر الصحفي وجاب الكراسي، تكفى المدرب ايش تبي يقول يعني؟ جاب الكراسي وقاعد، يعني في شيء يتصلح بعد جوله بعد جولتين. تدري شنو اللي صلحوه اخوي عمر؟ اذا ما لهم خلق او ما في شيء قال ما في مؤتمر صحفي، اذا لا في والله في على قولة اخوي عبد الله الانصاري في مصورين في كاميرا في نقل يلا في مؤتمر. هذا اللي تطور يا اخوي عمر. لكن بعد 16 جوله وللحين نفس الوضع اللي صار من اول جوله. انا اترك الكلام لاخوي ابو حمد. ابو حمد يعني ما ادري انتوا في الدوري السعودي مؤتمر الصحفي الزام؟ لا موجود طبعا موجود، ولكن يكون في تجهيزات والأندية مفروض عليهم في اللوائح أنه يكون في مكان منظم ومجهز كامل، والاتحاد يكون بربط مع التلفزيون يكون كل الأمور جاهزة، عرفت؟ ولكن أنا ما أقدر أفرض على الصحفي أنه يكون موجود ولا لا، هذا شغله هو لازم يكون تابع شغله. هنا ندخل في أمور احترافية، أن أنت أذكر صارت عندنا مشكلة مرة، ما أدري أي مباراة منتخب كنت أنا أخوي، شاب علينا صحفي ثاني يوم من غير ذكر أسمه، ليش يبدلون فلان وكان زين؟ اللاعب هو طالب تغيير يا اخي. لو في مؤتمر صحفي وانت سال السؤال هذا كان جاوبناك. كم مره اذكر هم اخوي طلال المحطم موجود وقاعد وياي، وكان شابين على لاعب متعور ما قدر يلعب المباراه، ليش ما لعب واحنا باليابان؟
فالامور لازم تكون في احترافيه. لا بس في جزئيه وانت تحترم عمل لا ما تقدر تفرض على بس ابو حمد يعني اليوم مجهزه الصحفيين عندنا في الكويت ترى ينعدون على الاصابع اللي يحضرون المباريات، فاذا هل الثلاثه الاربعه ما يحضرون المؤتمر عشان يسوون انت واجبك من تبدي المباراه او قبل تاخذ التشكيله تشوف كذا تشوف كذا، انا كاعلامي وياي نعم. لين تنتهي المباراه حضر المؤتمر الصحفي، لان في امور يمكن طافتني انا ما شفتها انت بالنهايه مو مدرب ولا دكتور ولا حكم، هذه الامور تساعد يا ابو مرزوق كلام ما يصير انت تمشي المباراه خلاص ما بالاقصد انا هذا انت هني مثل ما قلت ممكن يكون في كلام بيني وبين الاعلاميين يكون في عقوبات مثلا، نفس الشيء النادي يفترض ان انت مجهز مكانه، اصلا انا الاتحاد ما وافق العب مباريات على ناديك الا تكون مجهز مكان انت. نعم الامر راتي فوضى يعني الامور هذه. طيب بس احنا ما وصلنا اعتراف ايش نسوي يعني؟ تبي تقول شيء عن المؤتمر الصحفي؟ لا لا ماكو شيء. ابو بدر عندك تعليق؟ ابو مرزوق المؤتمر الصحفي شنو الهدف؟ انت ما يصير تحط مؤتمر وانت مو حاط له هدف اصلا. هل هو هدف المؤتمر انه والله اطلع انا المدربين على الشاشه ويتكلمون؟ ولا والله الهدف من المؤتمر انه عشان الصحفي يسهل باكر وتحلل وينزل تصاريح؟ شنو الهدف من المؤتمر؟ انا اقول لك والله حاطين المؤتمر ما له اي هدف، اللي محطوط الحين ما له اي هدف، والدليل انه في مباريات يصير. طيب من شروط الاتحاد الاسيوي والله ما ادري اذا من شروطهم كذي ما عندي. لا في البطولات، في البطولات اجباري وخروج المدرب وما يرضون في المساعد ولا يرضون باي جهه، في غرامات وفي كل شيء. فاذا كان في هدف راح تحط له اليه ونظام وخطط. لا لكن انحضر انا المنتخب يعني يذكر بسعود كم مره مؤتمر صحفي تحضر انت؟ انا كنت موجود حتى فاحنا نقول يمكن من الشروط والله ما ادري انا ماني متاكد. المؤتمر اللي عندنا ما له هدف. انا والله رايي في الختام حول هالموضوع انه يعني يصدر قرار من الاتحاد الغاء المؤتمرات الصحفيه. ارجع واكرر قالوا لي بعض الاخوان لا هذه فيها يعني قطع ارزاق للاخوان المنسقين الاعلاميين. انت اوريدي المنسق الاعلامي لازم يكون موجود في المباراة عشان يجيب ايضا اللاعبين المدرب حق اللقاءات اللي بعد المباراة حق التلفزيون. انا ابو سعود اخالفك ولكن انا اتمنى ان الامور تمشي بسرعه يعني اللي لحد الحين مو راضي يتعدل. ابو حمد لازم يتعدل خلاص بس الغيها، نلغي شيء حضاري وشيء احترافي علشان والله احنا مو جاهزين. رتبها حق الموسم الجاي يصير فيها اليه يصير فيها ترتيب. بس ما تدري ايش قاعد يصير ابو حمد، مباراة في مؤتمر وإذا ما حضرت أنت كمدرب غرموك عاقبوك. زين في مباريات هم يلغون المؤتمر، زين منو يعاقب منو الحين؟ منو يعاقبون الاتحاد إن أنت أخرتني وقعدتني وآخر شيء تقول لي لا كنسلنا المؤتمر؟ زين منو يعاقبك أنت الاتحاد اللي أخرتني وقعدتني بالنهاية بدون مؤتمر؟ عشان قاعد أقول لك نرجع حق الأمور الاحترافية. فأنا هذا رأيي أكنسل المؤتمر الصحفي هالموسم، أعلن الغاء الموسم الجاي، أحط آلية في صحفيين أتفق وياهم ارتب وياهم انه لازم يحضرون على الاقل. المدرب لما يشوف قدامه اربعه خمسه يسالونه على الاقل يعني حتى المدرب يحس انه لا قيمه يعني لا برستيج. اما جاي يسولف على قولة كابتن محمد هليس والله مباراه انا حزين خسران وسويت اللي علي يلا فيما الله فيما الله. زين لا المذيع يساله ولا في صحفي يساله ولا في احد يساله. ايش صحفي في امور ايجابيه مثل ما قال اخوي مرزوق بصراحه كلام منطقي، لازم يكون في هدف. الهدف ان انت توضح كمدرب زين الامور الاداريه اللي اخذتها او غرات الفنيه او الطبيه او التحكيميه تبين وياك. في مدرب يوضح لك امور انت يمكن كانت غايبه عنك المباراه علشان ما تكتب غلط وتبدي الراي العام ضدك. ويمكن مثل ما قلت مثال بسيط يعني اللاعب كان متعور طلب تغيير زين الناس ما تدري ان كل لاعب جرب او من اشار لك من بعيد تصير صح ولا لا. فهذه الامور توضيحيه امور احترافيه صحيح. اذا احنا مو قادرين خلاص في امور وايد نلغي خلاص حتى عيل النشاطر شو اسمه هذا مال الرخص هذا شيلوها بعد الغوها لان لن تكمل كل الانديه. شوف في نقطه ايام الاعتزالات قبل كنت امسك اعتزالات اللاعبين فدخول الناس الملعب فكنا نتصل على الجرايد كل جريده نتصل عليها رشح لي اثنين يدشون عشان اسجل اسمهم عند البوابه اللي مسموح يدش لان انت عندك 20 صحفي ما راح ادشش 20 فندق على الجرايد يعطونا الاسماء ونحط الاسماء عند البوابات زين اثنين بعد ممتاز زين وندشش. فانت نفس الاليه بامكانك تسويها يا جرايد انت تبي هويه تدش فيها الملعب بس اللي دش راح اعطي مثلا اثنين ثلاثه اربعه العدد اللي تبيه لكن صحيح. تلتزم معي في المؤتمر صحيح. اذا ما التزمت معي في المؤتمر راح اسحب راح القي جميع الهويات للصحفيين
باكر الصحفي ما يقدر يحضر المباراة راح تصير جزء من عمله صحيح. صحيح 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 فانت, فأنت في اشياء انت تستخدمها عندك صلاحيات طيب عموما احنا وصلنا الختام شكرا لك كابتن احمد خلف شكرا كابتن مارشو والله انا اشكرك على عبد الملمين اخوي مرزوق يعني بصراحه اشكره كان على اتصال معي لما كنت في السعوديه و وخجلني دائما باتصالاته وراء متابع جدا وطبعا ما يحتاج يعني واخوي ابو بدر اول مره اطلع وياه وابو خالد اخونا الغدير يعني مدربين اللي اكبر مني في السن انا دائما صراحه كلهم كل احترام يعني الامانه تستاهل يا ابو تستاهل العرب الحين اليوم تتوقع فريقكم والله اتوقع ان الحين فريق ترى مو سهل والله انا احترم الفريق جدا محترم فريق محترم فريق متطور ادارتها وان شاء الله يعني العربي قادر انه ياخذ المباراه ان شاء الله قادر بما ذكرت فيحيل انا بصراحه ابو خالد رئيس النادي يعني بصراحه عمل فريق وتعب انا اذكر مره من مرات اتصل وانا بالسعوديه سالني عن اللاعب هذا يدل على حرصه انه يطور ناديه ويطور فريقه والامانه والله كلمني وكان ويا اخوي خليل بلان يعني سألني عن لاعب وسأل عن تفاصيل وايد عن لاعب هذا يدلك انه يعني شخص يبي يشتغل حاب النادي وحاب يشتغل ورئيس راس بعد في راسه ايضا اي اي ما هذا انت العمل كرة القدم يبدي برا فانا ابو خالد انا شهر 5 ما ادري شهر 6 والله في السعودية كلمني هو يا اخوي خليل البلام والله نعم نعم حكم كويتي حق العرف الحين الحكم على حداد ان شاء الله على حداد كويتي ان شاء الله اه اوكي حسب موقع اتحاد الكرة اي الحداد سعود سمحان متوقف ولا لا لا ابدا ابدا عبد الله الكندري ان شاء الله يخاف عنه ولا ما اعلم ما اعلم ما تستاهل الايقاف عبد الله الكندري انا بقول ان شاء الله بس تسمح لي بس فضل. اقل من دقيقه تفضل انت اليوم طلعت خبر احد القنوات الفضائيه ان تم ايقاف الحكم عبد الله الكندري شهر الصبح الخبر تشهر بالتواصل الاجتماعي إلى الآن ما اجتمع مع الحكم المغرب اجتمع مع الحكم بعد ساعتين تم إبلاغ من توقف شهر فهمني؟ يعني الخبر طلع قبل الله الأخوان قرار متخذ قبل الاجتماع لا بل يعني هل هذا يعني هل هذا معقول يعني؟ والله ما أدري أنت لجنتكم أنت أنا تواصل مع الحكم فعلا قال بالحرف الواحد يعني الخبر اللي قاف طلع قبل الاجتماع صحيح تواصل اجتماعي خبر انتشر كل شيء عشان عبد الله اللي كان قايل لك سبب يخاف عبد الله الكندري مو عبد الله لا لا عشان لا 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 لا, 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 لا والله غريب امر غريب يعني ابو سعيد تقول على العربي في حين مباراه ايه؟ سهله وصعبه فقلت لك انا قبل شوي القادسيه فقط 25 نقطه الكويت ما يقارب 17 او 18 نقطه العربي تقريبا 23 نقطه فاقدين هذه انفقدت من منو ايضا فقدت من الفرق الموجوده معناته الفرق في تطور وفي نعم. وفي الحين في اخذ نقاط وشيء يعني من تتوقع والله انا اتوقع العربي اوكي طيب اتوقع العربي نعم ابو حمد اذا مو تعادل العربي ابو بدر توقع انا توقع في بلنتي اتمنى اشوف تحكيم كله هو لازم يتحكى على الحكم عموما احنا ايضا كابو طبعا عشان لا يزعلون علينا التضامن لا كاظم الافضل يعني كاظم وحمد على الفريق والله التضامن كاظم يفوز يسوون عليك التضامن يقدمون عروض زينه ضد كاظم مرات يعني يفوزون ان شاء الله اتوقع طيب ابو بدر ان شاء الله حكم زين شو مرزوق حكم زين كاظم طيب شكرا لضيوفنا شكرا لرعاتنا وداعمينا نظارات كيفان بن العميد واي برفيومز ديرندير معرض بريمير سبورت وكلاجي فوزيس في الكويت معرض اسد الملابس الرياضيه متادور ديزاين اليوم ايضا مباراه مهمه ومصيريه وانا طبعا اشكر الاخوان بلغوني ان في صحفي زملكاوي دائما يتواصل مع الاخوان يعني يقول حتى معاهم في الكنترول يقول بلغوا سلامي لاخونا عبد العزيز الصحفي الزملكاوي اسمه تبارك شعيب او تبارك شعيب او تبارك شعيب عموما وصل سلامك يا اخوي تبارك ونعتز فيك صحفي زملكاوي عزيز نتمنى لك التوفيق ونتمنى نشوفك عندنا في الكويت ان شاء الله او نزوركم ان شاء الله في 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 مصر اذا انت عايش في مصر انا ما ادري عموما ان شاء الله نتشرف في زيارتك في مصر ونتحمد لكم بالسلامه اذا ما ادري صحه الاخبار عن موضوع الهزه الارضيه نتحمد لكم بالسلامه فنتمنى ان شاء الله وشيء مشكور على سلامك يا اخوي تبارك نتمنى اليوم للزمالك عنده مباراه مصيريه وحساسه مع الترجي التونسي في تونس في رادس في دوري ابطال افريقيا مباراه لا يمكن ان تقبل القسمه على اثنين يعني تعادل ما نبي لازم فوز لا يزعلون علي التوانسه
واخواننا جماهير الترجي، بس شوي احنا نميل مع الزمالك بحكم يعني عندنا ربع هني مصريين اكثر من التوانسه صراحه، يعني عشان لا تزعلون. انت ربعك توا كيفك، انا ربعي مصريين اكثر من التوانسه. الزمالك من الزمالك، فنتمنى ان شاء الله دعواتكم للزمالك بالتوفيق. نتمنى رجاله الزمالك يعني يبيضونها باكر ويمسحون الصوره اللي بدوا فيها مباريات دوري ابطال افريقيا. فدعواتكم للزمالك امام الترجي ان شاء الله، وكلنا الزمالك.